هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب أنوم. بعد إذنك يا شيخنا نبدأ. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة رقم 11 في دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين. نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود. لما تكلمنا في المحاضرة الماضية عن فرق الصوفية وأنها تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية ليس له أصول قرآنية ولا نبوية، وبينا بطلان نسبة التصوف إلى الصوف أو إلى الصفاء أو إلى أهل الصف أو إلى الصف الأول، وتحدثنا عن هذه القضية. فبعض الناس ربما يقول: يا دكتور، هذه قضية أسماء، دعنا من القشور، لأن الحديث عن الأسماء يعني لا طائل من خلفه، هم طلعوا خلاص أصبح لهم وجود، فخلينا نبحث عن الجوهر، نبحث عن اللب، نبحث عن الواقع، الواقع الصوفي اللي هو الجسد، دعك من الملبس الخارجي. فالاسم ده نسب للصوف، الملبس الخارجي هذا خلينا نكشفه ونشوف البدن الصوفي، هل هو بدن حي سليم أم أنه بدن عفن رائحته رائحة نتنة، أم أنه رائحة طيبة
يتقبلها كثير من الناس، لأن الروائح برضو لها مقاييس. ممكن واحد يألف الرائحة العفنة ويقول لك أنا مستمتع بها وكويس، أخبرك إزاي؟ أو مثلا اللي بيألف مثلا يشرب الدخان ويقول لك والله ريحة كويسة ألاقي نفسي فيها. فالروائح بتتعدد وتختلف، لكن صاحب الذوق السليم عندما يشم رائحة عفنة أو رائحة كريهة دائما ينفر. فمثال الرائحة الطيبة اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي كلمة الله عز وجل، الوحي، كتاب والسنة، الرائحة العطرة الطيبة. ما خالف ذلك ربنا سبحانه وتعالى شبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهنا هنتكلم عن التصوف بس بصبغة علمية دقيقة شوية، ويحتاج منا إلى تركيز. علماء التصوف لما بيتكلموا على تصنيف التصوف، أولا جوهر التصوف نفسه، هل هو واحد؟ يعني أصالة التصوف موجودة ومستمرة حتى وقتنا، ولا تطورت وتغيرت ومن يوم أن نشأ؟ يعني أنت واحد يقول مثلا يا دكتور أنت تحاول أن تصور الصوفية بصورة في منتهى القبح، مع إن ما فيش ولا واحد من كتاب الفرق أدخل الصوفية كفرقة من الفرق الضال. يعني لن تجد ذلك في الفرق بين الفرق أو مقالات الإسلاميين، إنهم تكلموا عن الصوفية على إنها فرقة، فكيف أدخلتها في الفرق؟ والله إحنا هنشوف الواقع ونشوف التاريخ الصوفي من خلال كلامهم ومن خلال فلسفتهم، وأنتم تحكمون أهذه فرقة من الفرق أم أنها تدخل تحت مسمى أهل السنة والجماعة، وإن دي من فرق السنة. الكلام يحتاج إلى دليل. التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العباد. الغلو في العبادة، احنا نقول الغلو في العبادة ونعني ما نقول، مش مسألة زهد، لا، في فرق بين أن يكون الإنسان زاهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم زاهد في الحياة، والصحابة أهل زهد في الحياة، وأي مسلم صادق يزهد في الحياة. ليه؟ لأن ينظر الحياة على أنها وسيلة إلى غاية، فإن نظر إليها على أنها غاية واستمتاع ومتاع يعني يتلذذ به وفقط، فهذا لم ينظر إليها بالنظرة السليمة. النظرة السليمة القرآنية بتقول إن الإنسان ينظر إلى الدنيا على إنها وسيلة إلى إيه؟ إلى غاية. وطالما هي وسيلة هتبقى أنت بتبحث عن الغاية العظمى، والغاية العظمى هي الغاية التي دعانا الله عز وجل إليها، جنة عرضها السماء والأرض، نار نبتعد عنها ونعوذ بالله منها، شديدة سوداء يغمس فيها الشخص غمسة واحدة يقول بعدها ما رأيت خيرا قط. هذه الغاية، غاية الغايات، أن يصل الإنسان إلى مرضاة الله ويسعد بلقياه ويسعد بجنته ومرضاته سبحانه. فالزهد في الحياة وصف أي مسلم، ما تقوليش مسلم صادق في إسلامه من درجة المقتصدين والسابقين. فاكرين طريق السني للسالكين؟ طريق السني للسالكين قلنا بيكون من طبقتين، الطبقة الأولى هي طبقة إيه؟ المقتصدين، والطبقة الثانية طبقة السابقين بالخيرات المقربين. أي واحد صادق من المقتصدين أو السابقين بالخيرات لازم يكون زاهد في الحياة، أخرج الدنيا من قلبه وجعلها في طاعة ربه، لأن الله استخلفه واسترعاه واستأمنه، فهو خازن أو قاسم أو راع، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بدقة فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. لكن الغريب في الأمر إن التصوف هم بيتكلموا، خليكم معايا علشان يبقى عندنا إطار عام وتصور شامل مؤصل ننظر به إلى مراحل التصوف. بيقولوا التصوف مر بعدة مراحل، احفظوها معايا، هم بيقولوا كده. ومن يتكلم على أي اللي كتبوا عن التصوف سواء في العصر الحاضر أو في القديم، قالوا أول مرحلة من مراحل التصوف اسمها مرحلة الزهد والتوكل.
المرحلة الأولى اسمها مرحلة إيه؟ الزهد والتوكل. المرحلة الثانية اسمها مرحلة الحب والفناء. مرحلة الحب والفناء. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الحلول والاتحاد. المرحلة الرابعة اسمها مرحلة وحدة الوجود. دي المراحل اللي مر بها البدن الصوفي. ويعني ريحته بتبقى أنضف شوية في المرحلة الأولى، تزداد الرائحة كراهية وتكره الريحة هذه، وتبقى ريحة عفنة كلما وصلت إلى آخر مرتبة اللي هي مرحلة وحدة الوجود. يبقى كم مرتبة الآن نعده مع بعض؟ ها؟ الزهد والتوكل، وبعد كده الحب والفناء، والثالثة الحلول والاتحاد، والرابعة وحدة الوجود. واحنا بندرس في 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 كتاب منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان في الدورة الثالثة السابقة، الدورة السابقة اللي كانت في منة الرخاء، قلنا إن الطريق البدعي للسالكين، الطريق البدعي اللي هو طريق الصوفية يعني، بيقسم طريق السالكين إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العابدين، والمرحلة الثانية مرحلة إيه؟ المريدين، والمرحلة الثالثة مرحلة العارفين. ففرق بين العابد والمريد والإيه؟ والعارف، أيهما أعلى مرتبة عند الصوفية؟ العارف بالله. يقول لك العارف بالله، سيد العارف بالله. ما سمعناش واحد يقول لك سيد المريد بالله، المريد لله، أو سيد العابد لله. هو لك سيد الإيه؟ العارف. ليه بيقول العارف؟ لأن عنده العارف أعلى درجة. لكن من منظور أهل السنة أعلى درجة العابد مش العارف. لكن هم بيقولوا إن في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العابدين، بعد كده مرتبة المريدين، مرتبة العارفين. خلي بالكم بس عشان نربط بالاثنين واحنا بنتكلم. فالمريد غير العابد غير العارف. العابد هو الذي يعبد الله وفق الشريعة طمعا في جنة أو خوفا من نار. دول بيسموهم ايه؟ ها؟ العابدين. وهؤلاء يطلقون عليهم علماء الرسوم. علماء رسوم يعني ايه؟ يعني يتقيد برسم الشريعة. الشريعة رسم له خط، زي ما الرسول خط خطا مستقيما، رسم خطه، فانا ماشي على الخط. فبيسموهم ايه؟ علماء الرسوم، او اهل الظاهر، او اهل الايه؟ الظاهر. فاهل الظاهر او علماء الرسوم هم العابدون عند الصوفية. يرتقي الشخص درجة أخرى إلى درجة تسمى بدرجة المريد. والمريد هو الذي يريد الله لا يريد غيره. بمعنى، طب ما هو العابد برضه يريد الله لا يريد غيره. قال لك لا، فرق. العابد يريد الجنة والنار، أما المريد فيريد الله ولا يريد جنة ولا نارا ولا يخاف من النار. فضموا للمريد أنه ذكره مقصور على ترديد اسم الله والمواصلة في ذكر الله والمحبة ذاتا لذات، بيسموها فرضا لفرض، محبة بلا عوض، لا عايزين جنة ولا خايفين من النار. فالشخص اللي زي ده ما ينفعوش الذكر بتاع العابدين، لأن ذكر العابدين مقيد بالرسوم. يعني إيه الرسوم؟ ها؟ بالشريعة، مقيد بالسنة. فاحنا نقول لك مثلا ندخل المسجد تذكر كذا، خارج من المسجد تذكر ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، رايح المقبره تقول دعاء، وخارج من المقبره عند الجماع دعاء، عند الطعام دعاء. ده بيسموهم علماء الرسوم اللي هم بيعبدوا الله عز وجل طمعا في جنه او خوفا من نار. انما التانيين يسموهم علماء اللي هو المريد، هو الذي يعبد الله فرضا لفرض دون طلب لعوض، لا عايز جنه ولا خايف من نار. فده ما ينفعش معاه الذكر دي، هو عايز ذكر مستقل. ذكره ايه؟ ان العارف بقى يحط له ذكر، يقول له تقعد بقى تعد الله 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 مليون مره، ويعمل له ورد. فظهر مصطلح الورد، لان الورد ده من وضع العارف للعابد ولا للمريد؟ ها؟ يبقى الورد اللي بيحطه شيخ الطريقه العارف بالله للمريدين. وطبعا طالما هم وصلوا درجة المريدين يبقى هم ابتعدوا عن درجة ايه؟ العابدين بمراحل. فده ما ينفعش معاه انك انت تخليه يذكر الاحاديث، اذكار الصباح والمساء المعروف،
لا، ده عايز ذكر مخصوص من ورد مخصوص على حسب رؤية العارف. طيب هو خلص المرحلة بتاع كثرة الذكر دي، بينتقل إلى مرحلة ثالثة تسمى بمرحلة العارف. والعارف هو الذي إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. العارف عندهم وقع في مرحلة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، بحيث لو نظر في المرآة فالصورة اللي شايفها مش العارف اللي صورته طالعة في المراية، لا، يقول لك لا، يشوف نفسه ربنا. فهيشوف نفسه ربنا ازاي؟ يقول لك تلاشى، اضمحل، ما عادش حاسس بنفسه، شعر بأن الله هو الذي يحركه، كأن ده أصبح آلة في يد محرك يحركها. انتوا عارفين ان لعب العرايس اللي بيعملوها كده فتلة وبتاع وخيط ومش عارف ايه، هو بيقول لك كأن انا في واحد بيحركني، انا مش شايف نفسي، انا شايف اللي بيحركني، فأنا بتحرك وهو اللي محرك، فأنا هو وهو أنا. فهمت النقطة دي؟ أقول لك العارف إذا نظر في المرآة تجلى له إيه؟ مولاه. أو يعني هنشرح مسألة الحلول والاتحاد بعد شوي. الصورة دي اتوضحت؟ واضحة النقطة دي؟ ردوا عليا، أصل الكلام دلوقتي عايز دقة، ولو غفلت لحظة هتيجي مصطلحات هتقعدوا تبرقوا لي فيها كده مش هتفهموا فيها حاجة. فعشان كده عايزك تتخيل التقسيمات العامة دي، بحيث لما ندخل في القضية يبقى أنت هنا مستوعب المصطلحات بتاعتهم، لأن مصطلحاتهم هم بيتعمدوا إلغازها. إلغازها يحط لك فيها لغز ما تعرف تحلها. أقول لك شوف أنت الكلام يا إخواننا مش أي حد يقراه. ده الكلام ده كلام عالي. مش أنت اللي تعرف تقرأ للصوفية. وهم يتعمدوا ذلك ليه؟ لأن الفكرة اللي هو بيشتغل عليها فكرة بسيطة جدا جدا، بس حاططها كشفرة في كلامه. فأنت لو كشفت الشفرة هتمسكه، وتمسكه من رقبته كمان. تعرف لما تمسك كده سمكة من رأسها أو القرموط اللي بيمشي الأسود ده، تمسكه كده وما يعرفش يفلفص من إيدك؟ ليه؟ لأن أنت ماسكه صح. أو تعبان ماسكه من رأسه حي، أو تمسح قفلت على فمه وعلى أسناني ما عادش عارف يتحرك. فاللي احنا عايزينه ازاي تصل الى الدرجة اللي تتحكم فعلا، انك تمسك كل لفظ بيقوله وتفضحه فيه، لان مراد يهدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي قلنا في ثلاث درجات: عابد، مريد، ايه، عارف. المريد له ورد خاص لا يطلب جنة ولا نار. العابد بيدور على الجنة والنار. العارف ما بدورش على جنة والنار ولا بيدور على نفسه، بيقول لك لا، أنا خلاص وصلت الدرجة، بقت أنا وهو واحد، فأصبح هو الله. فيسمي في حال اتحاده أو حال ظهوره كإله، أو حاسس بأن الله هو اللي ظهر. أخي بالك إزاي؟ يعني أنا بحس من كلام، تعرفوا لما يتكلموا عن إيه؟ ولذلك كل عقائد الصوفية جاية من العقائد الوثنية البوذية والطاوية، والعقائد اللي هي الشرقية الوثنية المجوسية دي. انتوا عارفين العقيدة البوذية وغيرها، لما تيجي تبص تلاقي مثلا او عند الصين عندهم حاجة زي التنين مثلا. التنين طالع بكام راس؟ ممكن يطلع لك بعشر رؤوس، وكل راس لها تميز عن الاخرى. لاحظوا معايا، واعتبروه ممكن من الآلهة بتاعتهم، تنين كبير. فالتنين واحد بس طالع في هيئة كسرة، رؤوس كثيرة جدا، كل رأس لها شكل مستقل عن الثاني. فاحنا شايفينها طالعة قدامنا كسرة، وهو في الحقيقة ذات واحدة. انتوا معايا يا اخوانا؟ فأقول لك ممكن أنظر إليها كذات، وممكن أنظر إليها ككسرة. ككسرة لأن الرؤوس مختلفة، وكذات لأن هو إيه؟ بدن واحد. فاهمين ولا مش فاهمين؟ نفس الفكرة الوثنية دي طبقوها على ذات الحق سبحانه وتعالى. قالوا الوجود كله في وحدة الوجود، الوجود كله ذات واحدة بس طلع في صورة كسرة، فيطلع في صورة محمد، في صورة محمود، في صورة عباس، في صورة صنم، في صورة شجر، في صورة مرة. الكسرة اللي انت شايفها دي احنا شايفينها وحدة، لان هو اللي طالع في الكسرة دي. بيسموها لما انت بتنظر على ان الكل
صورة واحدة، يبقى في الحالة دي يقول لك هو في عين الجمع، هو في عين الايه؟ الجمع. لكن لو انك نظرت اليها ككثرة يبقى في هذه الحالة يسموه في عين الفرق او في الفرق، يبقى عندهم مصطلح الفرق والايه؟ والجمع. حتى نفس المصطلحات القرآنية حطوها على المعاني الباطلة دي. فكلمة قرآن وفرقان، يقول لك فرقان يبقى شيء يفرق عن شيء في تميز، فدي يسموها كثرة. وقرآن يبقى الكل ايه؟ وحدة. انتم معايا مش معايا يا اخوانا؟ يوم الجمعة يقول لك يوم الجمعة وكل أيام اللقاء يوم جمعتي أو يوم جمعتي، على اعتبار أن الكل مجموع في واحد. فأصبح يوم الجمعة عند الصوفية يعنون بها نظرة الشخص إلى عين الوحدة، أن الكل واحد، كأن بدن واحدة طالعة. ويوم ما يرجع للمشاهدة ويتكلم بلسان الكثرة يبقى نظر على أن ده مخلوق غير المخلوق غير المخلوق. فهمتوا القصة دي ولا؟ أنا ببسطها والله لدرجة أقصى ما يمكن. فهمتوا يعني إيه كسرة ويعني إيه وحدة؟ ما حدش برد علي. عيد تاني يا شيخ، ده احنا لسه بنسمي بس كده، بنقول يا باسط. الأمور جاية إن شاء الله عز وجل. الباسط من أسماء الله، خلي بالك يعني. حد يعرف يجيب الدليل؟ حديث إن الله المسعر القابض الباسط الإيه؟ الرازق. تعالى بقى، هم في التصوف لما بيتكلموا عنه بيقولوا التصوف مر، احنا بنتكلم على الجسد الصوفي البدن بقى، بنتكلم مع الحقيقة بتاع الصوفية. الصوفية دول يطلعوا ايه ونظامهم ايه؟ قالوا مروا بعدة مراحل. اول مرحلة مرحلة ايه؟ ها؟ الزهد والتوكل. ده على حسب كلامه، احنا لسه هنناقش اهو. الزهد وايه؟ والتانية حب والفناء، والتالتة حلول الاتحاد، والرابعة وحدة الوجود. نيجي للتصوف في اول ظهور، بيقول كان مبني على الغلو. هل كان مبني على الزهد العادي؟ لا. بنقول الغلو ليه؟ هم قالوا ان التصوف اذلال للنفس ومحو اوصافها والانعزال عن زينه الدنيا بانواعها بنوع من الغلو والتشدد فيها قربه الى الله. الجنيد بن محمد بيقول، الجنيد بن محمد ساعة ما يذكر يبقى بتذكر سيد الطائفة، قل قال سيد الطائفة. سيد الطائفة يعني أرقى واحد في الصوفية على مدار التاريخ، اسم الجنيد ابن محمد. بيقول ما أخذنا التصوف، هو مات في نهاية القرن الثالث سنة 297، قل ما أخذنا التصوف عن القيل والقال. عن القيل والايه؟ ايه يعني القيل وقال؟ ها؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان. لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا، العزوف عنها يعني. ايه الكلام يعني؟ ها؟ يمشي. وإن كان أنت عارف يعني حكاية إيه؟ إن التصوف يتخذ عن الجوع وترك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الجوع ولا دعانا إلى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لإيه؟ لنفسه. طيب، وقطع المألوفات والمستحسنات، إن الواحد يعني ما يعيش في الدنيا بمتاعها، ممكن كلام مقبول عاد. لكن تعالى بقى شوف، الصوفية أول ما ظهروا كانت المسألة مسألة غلو في الزهد، مش زهد بس، فيجعلون المستحب في منزلة الواجب ويجعلون المكروه في منزلة المحرم. إيه الفرق بين المستحب والواجب؟ الواجب أمر أمر به الشارع ما لناش خيار فيه، لازم ننفذ يعني ننفذ على سبيل الحتم والإلزام، بحيث من عصى الله يعاقب. طب والمستحب؟ إن فعلت لك الثواب وإن تركت فلا عقاب عليك، فأنت بالخيار تختار الثواب أو لا تفعل ولا شيء عليك. ده اسمه إيه؟ ها؟ يعني أنت لك خيار في الفعل في المستحب ولا الواجب؟
رد يا اخوانا. طيب والمباح الفعل يساوي الترك، لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. فهمتوا النقطه دي؟ طيب هم بقى جمع المستحب واعملوه واجب، ما اوجبه الله عليهم ولكن هم اوجبوه على انفسهم. ابو بكر الشبلي مات سنه 334، بيقول كنت في اول بدايتي، اول بدايتي ساعه ما تسمعها من صوفي يبقى كان عابد ولا مريد ولا عارف؟ ها شوف العباده ازاي. كنت في اول بدايتي اذا غلبني النوم اكتحل بالملح. يعني هو بيقوم يصلي ويتعبد بالليل. فالعباده خلي بالكم طالما في صلاه وصوم وكلام من ده يبقى في الحاله ديت واحد بيسلك مسلك الشريعه بس بنوع من الغلو شويه، انما لما يبقى مريد وعارف لا، في مسالك تانية بقى هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله عز وجل في المحاضرتين اللي جايين. قل كنت في اول بدايتي اذا غلبني النوم اكتحل بالملح. تخيل واحد بقى علشان يصحى كده ويفوق، خد بالك ازاي، يقوم جايب ايه المكحله او الميل بتاع المكحله ويحطه في ملح ويحطه في عينه. فاذا زاد علي الامر وبدا النوم يغلبني احميت الميل، يعني حطيت الخشبه ديت في النار احميتها يعني ولعتها، او حطيت عليها شطه ممكن احميتها كده يعني، احميت الميل فاكتحل به عشان يعني يفوق ويتعبد لربنا سبحانه وتعالى. والله ده شيء يعني هقول لك ايه، اسمع الوقت نشوف النظام ايه. يبقى هنا انتوا شايفين ده اعتدال ولا غلو؟ ها غلو. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ابراهيم بن شيبان بيقول لابي بكر الشبلي كم في خمس من الابل، يعني مقدار الزكاه فيها، فقال الشبلي في واجب الامر شاء. في واجب الامر شاء، يعني في واجب الشرع الخمسه من الابل طلع لهم ايه؟ شاء. وفيما يلزمنا نحن كلها، يعني الخمسه من الابل زكاتها خمسه من الابل، ما تسيبش عندك حاجه خالص. يبقى لابد الا تملك شيئا من متاع الدنيا والا ما تبقى الصوف زيه. في عرف الصوفيه يخرجونها كلها. طيب اسمع كده، واحد ماشي مع الشيخ بتاعه، الشيخ عارف والطلبه اللي ماشيين معاه مين المريدين، هما دايما كده يقول لك المريد، ما تكلمش عابد. عابد ده تلاقيه عند البخاري ومسلم، لا دول حدثنا قال حدثنا، اخبر فقول لك دول من الجماعه العابدين، انما اللي ماشيين ورا الشيخ بيسموهم ايه؟ مريدين. فالمريد ماشي ورا الشيخ، والشيخ طبعا قطع نفسه زي ما انتم عارفين، لا اكل ولا شرب وجوع وبتاع، فشاف قشريه بطيخ مرميه في الشارع، فالمريد مد ايده عشان ياخد الايه؟ القشريه. مد يده الى قشر البطيخ يريد ان ياكل منها شيء، فالعارف قال له ايه؟ انت لا يصلح لك التصوف، الزم السوق، روح تاجر وبيع واشتري بقى علشان تتكسب وتاكل وتشرب زي خلق الله، انما تصوف لا. ده المظهر ده مظهر زهد ولا غلو في الزهد؟ احنا بنحكم مع بعض اهو، كلم اي واحد عقل، يعني هو ده الزهد الحقيقي؟ اقول لك والله ما ده الزهد الحقيقي، ده التشدد الحقيقي. اسمع اللي بعدين، ابو الحسين النوري مات سنه 295، التجاره طلع من نهايه القرن الثالث وانت طالع، صعد قنطره واخذ يرمي 300 دينار في الماء واحدا واحدا، 300 دينار دول جول وهو قاعد كده، واحد من القرايب مات وهو الوريث الوحيد، فطلع ارثه 300 دينار، فطلع على قنطره في نهر دجله ولا فين، وقعد يرمي في قلب الايه؟ في النهر، يقول ايه حبيبي، بيخاطب ربنا، بعت لي الفلوس دي عشان تخدعني؟ حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا؟ اهي فلوسك اهي، وبرماها فين؟ واحنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، اسمه تكميل. ما هم السنه برضو والسلف ما سابهمش، اسودكم مين؟ قال ابو بكر تصدق بمالي كله. طب وده تصدق بمالي يا شيخ؟ ولا عبس بالمال وضيع حكمة الله عز وجل في خلقه من خلال ابتلائهم بهذا الماء نعمة؟ وبرضه
رويم بن احمد زي ما قلنا البغدادي لما عطش عطشا شديدا فبيستسقي جاريه فالجاريه قالت له الصوفي يشرب بالنهار. بقى انت بتشرب بالنهار ما انت صايم، لان الناس فهموا ان الصوفي هو اللي ايه؟ عابد على طول وصايم على طول. فاستحى منها ونظر الا يفطر ابدا. بدل ما يقول لها الرسول طب وايه المشكله؟ طب الرسول كان بيفطر بالنهار وبياكل بالنهار. والسنه كذا وكذا، ما قالش. يبقى الاتجاه ده اتجاه زهد ولا غلو في الزهد؟ اصل احنا بنكبر، بعض اخواننا بيكبروا. احنا درسنا التصوف والامثله دي موجوده في كتبهم وكثيره، ده انا دارب نماذج. فواحد يقول لك لا اتجاه الزهد، اي زهد هذا؟ اهذا زهد ولا مبالغه في الزهد؟ حذر من النبي عليه الصلاه والسلام بمجرد ما سمع عنه، ولو تركها لصار التصوف في عصر النبوه. فيقول لك ايه؟ ان العباده عندنا او العبوديه عندنا اضطرار لا اختيار فيه. اللي بيقول الكلام ده محمد بن منازل من كبار الصوفيه، مات سنه 329. يقول لك ايه؟ العبوديه اضطرار لا اختيار فيه. كلمه اضطرار يعني ايه؟ كلمه العبوديه يبقى معناه عابد ولا عارف ولا مريد. ها؟ العبوديه بنتكلم عن عابد. فاقول لك العباده اصلا مش عبوديه على حسب الشريعه كمان، لا. العبوديه اضطرار يعني الزام، كل المستحبات فيها واجبات وكل المكروهات فيها محرمات، مع ان احنا عندنا خيار في المستحبات وخيار فين؟ في المكروهات. يعني ايه خيار في المستحبات؟ من شاء فعل وياخذ ثوابه، ومن شاء من لم يفعل لنا اختيار. قال لك لا، مفيش حاجه اسمها، احنا ما عندناش غير واجب وحرام. احنا عندنا خمسة احكام، هم عندهم اثنين. عندنا خمسة احكام، واجب مستحب مباح مكروه محرم. دي الاحكام التكليفية الشرعية اللي موجودة عندها للسنة في الاصول. عند الصوفية لا، محصورة في اثنين، واجب وايه؟ محرم بس. يقول لك من ادعى، ابراهيم الخواص مات سنة 299، بيقول لك من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه. يقول لك من ادعى العبودية وله مراد باق فيه، يعني له اختيار، ممكن ان هو يفوت بعض الحسنات، يفوت يعني يفعل بعض المكروهات، معلش وزري فيها يعني، اخد بالك ازاي؟ يبقى لسه له مراد. وغير كده كلمة من ادعى العبودية وله مراد، صحصحوا معايا ما حدش ينام، كلام صعب، ولا انا حاسس ان الكلام يعني مش صعب قوي يعني. أقول لك من ادعى العبودية وله مراد باق فيه، وقصده المراد ايه؟ ها؟ ان انت ممكن تسعى الى متاع الدنيا، او تسعى متاع الدنيا الحلال يعني، واخد بالك ازاي؟ يعني يا اخي مثلا بيدور على واحدة وهو بيتجوزها، فاختار واحدة تكون جميلة شوية. أقول لك ليه؟ اتجوزها على طول. طب هي ذات دين، صحيح ذات دين، بس ممكن الواحد يبحث عن ذات الدين واللي فيها شوية إيه؟ جمال يا سيدي، ما يجراش حاجة، دي ما فيش عليها وزر ولا حاجة. يقول لك لا، لو جات لك بأي صورة على طول، لأن ربنا أمر بكده خلاص، وهو ربنا سبحانه وتعالى منع إن أنت تبحث عن حاجة شيء كويس كمان ما يجراش حاجة، واخد بالك إزاي؟ واحد المهم مش دي القضية بتاعتنا، لكن يقول لك ما يدعي العبودية وله مراد به باق فيه. احنا قصدنا ان يعني ايه له مطمع شوية في ان يجي شيء من متاع الدنيا، واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني احله لنا. ومن المألوفات والمستحسنات ما فيش اشكال طالما مش في الحرام ولا شيء من الحرام. لكن هم صرفوا حكاية له مراد باق فيه، ان قلبه متعلق بطلب الجنة والخوف من النار، فتغيرت المصطلحات. يبقى انا قصدي بالمراد هنا هو اللي باقي لسه ليا، ان انا عايز يبقى معايا فلوس عشان ابقى انسان يعني كويس وكده، يعني اللي معاه فلوس غير اللي معاهش خالص. هو يقول لك ايه؟ لا، يبقى انت ليك مراد باقي. فما بالك بقى لو كان واحد طمعان في الجنه؟ يقول لك اوه، طمعان في الجنه، عبيد السوء لا يوقرون الله الا لعوض، الا لما ينتظرونه من جنه او خوف من نار، ما بيعبدش رب العزه والجلال عشان هو الله، ده بيعبده عشان طمعان في جنته. بيقول لك ايه؟ يخوفونا من الجنه والنار كاننا صبيان. فبدا الاستهزاء بالقران والاستهزاء بالسنه تحت مسمى ان مالوش مراد باق في دعواه انه مريد لله عز وجل. طيب
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح بهذا الاتجاه. وانتم عارفين كويس جدا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالجماعه اللي هم ثلاثه الرهط اللي جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروا كانهم تقلوها فقال او قالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واحد بيقول اما انا فاصلي الليل ابدا، والثاني قال انا اصوم الظهر ولا افطر. زي الجاريه لما شافت الصوف يفطر بالنهار فهو عايز يعمل كده، قال انا مش هفطر ابدا. نفس اللي قاله الراجل اللي اعترض عليه النبي عليه السلام. والثالث قال انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا. شوف الرسول قال لهم ايه؟ ها؟ قال لهم جزاكم الله خير. هو ده الكلام، هو ده الزهد والتوكل على الله، هو ده الاتجاه، هو ده الرقي النفسي والصفاء الروحي. ربنا يعينكم، صوموا ما تفطروش، وصلوا ما تناموش، وابعدوا عن النساء دول فتنه. الرسول قال لهم كده؟ والله لو قال لهم كده يبقى التصوف المرحله اللي هو ظهرت في الاول. لكن قال ايه؟ اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واللي قاعد بيكتحل بالملح والشطه ولا بالنار ولا يسخن عشان يلسع عينه بالشطه، شطه ايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب وهل الرسول عمل كده؟ ده ما كانش حد بيصلي قد النبي عليه الصلاه. الرسول عليه السلام دخل على او دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتي فاذا حبل ممدود بين الساريتين، حديث في البخاري من حديث انس. قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فاذا فطرت تعلقت، يعني وهي بتصلي كده تنعس فتقوم ماسكه في الحبل عشان تفوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حلوا ولا ثبتوا؟ رد يا اخوانا، انا بقول لك اهو، انت دلوقتي الرسول بيقول حلوا والصوفيه بيقولوا ثبتوا، يبقى ده ضلال ولا هدايه؟ اسمع يا اخوانا، مخالفه صريحه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليصلي احدكم نشاطه، يعني طول ما هو نشيط ممكن يصلي، فإذا فطر فليرقد أو فليقعد. كان ممكن انهم اكتحلوا بالملح ولو ما جابش نتيجة احموه، لكن اقف طول الليل صح؟ أبدا. هو الرسول لو سمح بذلك هتحصل مشكلة كبيرة جدا، لأن الغلو في الزهد والعبادة لازم تحصل من آثارها أن يكون في مجموعة شحتين متسولين يمدون أيديهم للناس ويأكلون أموال الناس بالباطل تحت مسمى الخلوة، وإن راجل عابد وزاهد وراجل من أولياء الله الصالحين شاطح ماشي في الطريق ملابسه رثة كما تعلمون مبهدل كده هو ماشي، يقول لك لا يا أخي ده ولي من أولياء الله، الله يكرمك اللي انت عايزه يا عم الشيخ. وانا فاكر كويس والله ايام عدت علينا كان كل واحد مفروض عليه اتاوة، انا وانا عيل صغير في سن الولد اللي عدى من قدامنا دي، هاجي ابص الاقي الشيخ جاي وكل واحد بيعمل ليله للسيد البدوي. الليله ديت يعني احنا كان ممكن مثلا اللحمه ما نشوفهاش الا فين وفين، اخد بالك ازاي؟ والبطه الكبيره ما تتذبحش الا في الليله. فيجي الشيخ ياكل البطه كلها واحنا قاعدين نتفرج عليه. والله ده بقى يحصل. المهم تحت مسمى الذكر واقناع الناس ده لله ولاهل الله، وهم قاعدين بس يلفوا كل يوم في ليله على البيوت. ياخدوا القريه كلها كعب دايم على مدار السنه. الليله بتاعتك في اليوم الفلاني، والليله بتاعتك في اليوم الفلاني. طب ده بالله عليك ينفع؟ الناس في ضنك وكرب شديد وهم قاعدين، غير كده الخلوه اللي قاعدين فيها والموائد اللي بتقدم للعابدين والعاكفين في بيوت الله. يقول لك احنا زي اهل الصفه، ابدا.
ما هو انت لو ما اشتغلتش يبقى لازم حد ياكلك، هتبقى على مين؟ فالاسلام بيراعي الضروريات. الاحكام التكليفيه ليه قال في مستحب وفي مباح وفي مكروه وفي محرم وواجب؟ عشان تراعي الضروريات، تشتغل بالنهار وتنام بالليل، لكن تقوم الفجر تصلي، قبل الفجر بشويه بسيطه تصلي، خد بالك ازاي؟ والاخلاص والعمل لله تبارك وتعالى، ما يكون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وتلاقي معاني الاسلام كده تنسجم مع الحياه. لكن لو انت قصرت في جانب، ايه اللي هيحصل؟ الجانب الثاني هتلاقي فيه تفريط او افراط من الجانب الاخر، وهتلاقي واحد لازم واحد ينفق عليك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لسعد بن ابي وقاص لما اراد ان يتصدق بماله كله، قال له الثلث، والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظر معالى يتكففون الناس. ده للورثه، مش بقى انت بقى اللي لسه عايش. ولست تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها، حتى اللقمه تجعلها في امراتك. ولذلك نزعه التصوف اللي موجوده عند بعض جماعه التبليغ او عند كثير من اخواننا في جماعه التبليغ، والله تيجي المرة تشتكي تقول لي جوزي ماشي مع بتوع التبليغ وسايبنا بقى لنا شهر، قول ربنا هيرزقك. طب يا عم تستنى، سبت لهم ايه؟ ولا ما فيش؟ تقول والله سايبنا من غير اي حاجه خالص. ده ينفع الكلام ده يا شيخ؟ يقول لك رايح الهند ولا رايح السند ولا رايح باكستان ولا رايح كندا؟ يقول لك خارج في الدعوه في سبيل الله شهر ولا 40 يوم. و40 يوم استنى الاخت دي قاعده مسكينه، والله الواحد يصعب عليه اللي فيه نصيب الدهول. يعني دلوقتي انت ماشي من هنا عشان الناس ياكلوا مراتك، وتقول انا ماشي في الدعوه؟ ما دي نزعه صوفيه احنا نعرفها على طول، وهي في الاصل اصل جماعه التبليغ جماعه صوفيه زي ما هنعرف التفاصيل. لو كان خروج سعد من ماله كله ولا صعد على الانطر وقعد يرمي الفلوس في البحر فيه صلاح له، لا امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى السنه فيها الضروريه. عشان كده اللي بالغوا في تحقيق العبودية وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام أسقطوا النظر إلى درجات التكليف في الأحكام، لم تضطرد وتنسحب هذه المبالغة في كل أحكام. يعني مثلا هم كانوا بيبالغوا في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر والنواحي، لكن هل ظهرت همة الصوفية في تعبيد الحياة لرب العزة والجلال والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط الأسرية والاجتماعية؟ آثر الخلوة والرباط، شو المصطلحات دي؟ مصطلح الرباط، رباط فلان يعني ده معمول بس للناس اللي قاعدين يذكروا في المكان الفلان، والخلوة والسياحة في البوادي، وقام بالأمور الأخرى غيرهم. فربنا لما أنزل الشريعة أنزلها صالحة لكل زمان ومكان. لكن المرحلة الأولى من التصوف هل هي الزهد والتوكل ولا المبالغة في الزهد والتواكل؟ بعد الوصف اللي أنا ذكرته ده، مع أن في كلام كثير أنا اختصرت، يعني أنا طبعا الملف ده جاي من باب كامل في رسالة الدكتوراه تبعي اللي هو كتاب المعجم الصوفي أو الأصول القرآنية المصطلحات الصوفية، رسالة من مجلدين، أنا واخد منها الفصل باختصار. هنا بنقول المرحلة الأولى بنقول زهد وتوكل. أنا نفسي حتى لما كتبتها بستحي دلوقتي منها، لأن هي لما تيجي ترجعها مش زهد، ده مبالغة في الزهد وتواكل كمان. إنما الزهد الحقيقي أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج الحياة، لأن لو قلت في من هو أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت في هذه الحالة تنسب النقص إلى رسول الله وتنسب الكمال إلى نفسك، حاشاه صلى الله عليه وسلم. المرحلة دي بس أنظف مرحلة، أنظف وأجمل مرحلة في تاريخ التصوف، اللي هي مرحلة الايه؟ الزهد والتوكل، المبالغ في الزهد يعني والتوكل. أنظف مرحلة. بعد كده بقى مش هتشوف غير ريحة ما تحبهاش، ولا هتسمع غير ريحة أو كلام يؤذي الإنسان بشكل يعني صارخ. انتقل التصوف لمرحلة جديدة.
هو في الأول يقول لك أنا متوكل على الله، سأجلس في الخلوة أو في الصحراء أعبد الله عز وجل وصلي وصوم كده، يعني بسيطة دي ما فيش فيها مشكلة. ليه؟ لأن احنا لسه معايير القرآن ثابتة، والقرآن هو بيبالغ في تطبيق القرآن وفي السنة، لكن هو ملتزم بأحكام الإسلام. ولذلك الجماعة الأوائل دول على فكرة، أوائل الصوفية لغاية القرن الثالث كثير منهم وقف مع الإمام أحمد بن حنبل في محنته في خلق القرآن، والرد على المعتزلة، وإثبات الصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه، وكان لهم مواقف مشرفة في قضايا القضاء والقدر، زي سهل بن عبد الله التستوري لو تفتكروا، فاكرين سهل؟ ها؟ بس سهل بن عبد الله كان صوفي برضه، وكان يعني من ضمن الجماعة اللي هم في مرحلة الزهد والتوكل، لكن في العقيدة كانت عقيدة راسخة، عنده مبالغة، واحد بيبالغ في الزهد والله جزاه الله خير، احنا مش هنقول حاجة يعني. ولذلك احنا بنقول الصوفية الأوائل يعني لهم يعني قدم كبيرة جدا جدا في نصرة الدين فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات. لكن اللي جه بعد كده اللي هنتكلم عنه ده حاجة تانية. انتوا عارفين المثل اللي بيقول أخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ عارفينه؟ انتوا عارفين أصل المثل ده كان مع مين؟ وهيقول نعم. ها؟ كان مع مين؟ لا أحكي لك قصة. ما أنا أقول لك في حكايات كتير أنا ما جبتهاش ولا ذكرتها لأن الوقت هيطول، ده احنا لسه في المرحلة الأولى، ربنا يعيننا ونخلص المرحلة الرابعة. المهم سهل بن عبد الله التستوري بيقول إن هو كان له زهد ويعني عبادة خاصة في إن إيه؟ ما يمشيش مع أي حد ولا يأكل من أي حد خالص، بسبب إن هو صوام قوام ويعتمد على الله عز وجل فقط في العبادة. فكان بيقول إنني على حسب كلامه 20 سنة على هذا الحال قاعد في الصحراء، بيروح يصلي ويصوم وكده يعني، وكل يوم كل يوم يلاقي في رغيف رغيف سخن طازة كده جاي له على صخرة، يروح يأكله ويعيش على كده، شوية مية وعايش على كده. الرغيف ده بيجي منين؟ ما هوش عارف. كرام الكرامات، وموضوع الكرامات ده هنتكلم عنه ممكن في الحلقة اللي جاية بعدين. كرام الكرامات. ففي يوم من الأيام أحد المريدين اللي ماشيين وراه أصر إصرارا على إن يدعو إلى الإيه؟ إلى الطعام أو يستضيفه، والشيخ مش عايز يكسر نفس المريد، فراح معاه. فتظاهر الشيخ بأنه يأكل وياخد الخبز من المريد أو قدامه ويحطه في جيبه، نسي. بعد ما خلص أكل لقمتين كده على حسب تصور المريد إنه بياكل، وخد بعضه ومشي ونسى الإيه؟ الخبز اللي خده أو الأكل اللي أخده من المريد. فراح ينتظر المعلوم بتاعه كل يوم، فسمع صوتا يناديه، هيقول له ايه؟ اصرف ما في الجيب ها ياتيك ما في الغيب. فالحكايه ده اصلا عن سهل بن عبد الله، يعني اللي حصلت مع سهل في القرن الثالث الهجري، وصارت مثلا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. وطبعا الناس القصه حصلت على اساس ان الراجل بيجي له يعني كرامه معلومه وعيش معلوم وخبز معلوم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ده على حسب توقيت القاهره مش توقيت زفته. لسه اظن عندك اذن وقت لسه. طيب برضو دي من المبالغات في الزهد اللي احنا اتكلمنا عنه. لكن تعالى بقى للمرحلة التانية اللي هي مرحلة ايه؟ ها؟ الأولى كانت ايه؟ الزهد والتوكل، والتانية الحب والفناء. تعالى بقى الحب والفناء، اسمعوا بقى في مرحلة الحب والفناء. الصوفي هنا تحول من مجرد سالك
سالك يعني عابد يعني يريد أن يصل يقطع المقامات والأحوال، مقامات اللي احنا اتكلمنا عنها في دورة منة الرحمن. مجرد واحد متوكع على الله عز وجل بيجعل كده وجهده في مزيد من الزهد وحمل النفس على المجاهدة في يعني طاعة الحق سبحانه وتعالى إلى صورة أخرى، وهي أنه يسعى إلى ما هو أعلى من الزهد، المحبة اللي ينسجم فيها الحبيب مع حبيبه. اسمع أبو يزيد البسطامي بيقول إيه؟ بيقول: طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا بتاتا لا رجعة فيها. تفضل لاحظوا معايا بقى هنا المصطلحات الجديدة اللي احنا ما نعرفهاش. أبو يزيد البسطامي بيقول إيه؟ طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا بتاتا لا رجعة فيها. يعني طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا؟ الإنسان أصلا في الدنيا ما يقدرش إن هو يستغنى عنها لأن هو فيها، ولكن طلقتها هيتجوز واحدة تانية ولا إيه؟ خد بالك إزاي. المهم وصرت إلى ربي وحدي فناديته بالاستغاثة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. بيكلم ربنا في نفسه يعني، ها؟ واحد بيكلم نفسه. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي، طب وانت عرفت ازاي ان هو عرف صدق الدعاء من قلبك؟ تتحسب ازاي دي؟ هنا بقى في مشكله هنلاقيها في كل كلام الصوفيه. الواحد مع نفسه احيانا بيكلم نفسه، فيلاقي واحد يرد عليه في نفسه، يعني يقول ايه رايك كذا، هو بيرد على نفسه، بس يقول لك واحد بيرد عليه. احنا درسنا، انا عايز احلل النقطه دي ليه؟ لان كل كلام الصوفيه حملوا فيه الكلام النفسي الداخلي على انها مخاطبات مع رب العزه والجلال، وبداوا يتكلموا منتهى التبجح، وضيعوا معاني الشرع وما هو الا وحي شيطاني في داخل قلوبهم زعموا من خلاله ان الله يحدثهم. احنا قلنا القلب فيه منطقتان، منطقه حديث النفس ومنطقه ايه؟ الكسب. منطقه حديث النفس عليها حساب، معلش حساب، الحساب كله على منطقه الايه؟ الكسب. منطقه حديث النفس فيها ركنان اساسيان، فيها النازعان والهاتفان، نازع خير ونازع شر، وهاتف خير اللي هو الملك، وهاتف شر اللي هو الشيطان، والعقل يفكر بين هذه الاراء. هذا كل اللي في الانسان. فالواحد ممكن يقعد يكلم نفسه صحيح في قلب وهو قاعد بقى، طب ايه رايك في كذا؟ لا والله ما ينفعش الكلام ده. بقول لك ازاي؟ طب انا طالع، ايه رايك لما اصعد السماء الاولى؟ لو صعدت السماء الاولى هيحصل ايه؟ السماء الاولى قال لي اقف عندك، اقف عندك. واحد بيخرب بقى، خد بالك ازاي؟ اقف عندك، اقف، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، اتفضل. طلع على السماء الثانيه، خد بالك ازاي؟ ده معراج. فكل واحد من المشايخ دول يقول لك له معراج صعد فيه إلى السماء، وربنا قال له ورد عليه ورد على ربنا، وربنا قال له كذا وكذا وكذا. ده معناه استهزاء بدين الله عز وجل، ملوش معنى غير كده. فلما تقول فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي ما إعراضي عنهم. واحد قاعد بيخرف في نفسه، بيتكلم في نفسه، بيوحي إلى الناس على إن ربنا نساه نفسه وما عادش شايف غير ربنا، والخلائق كلها بين إيه؟ بين يديه، هو مش شايفه. المرحلة دي اسمها فناء، يعني ما عادش شايف حد. الفناء معناها الانتهاء وعدم رؤية الخلائق. أنا مانيش شايف حد، مش متعلق بحد، ما عادش عايز حد، ما ببصش لحد. هذا معنى كلمة فني عن الشيء. فني عن الشيء يعني ايه؟ انتهى عنه وانتهى منه.
خد بالك يا اخي مانيش عايزك، مش عايز ابص لك، مش مانيش شايفك، ها اقف قدامي كده وانا مش شايفك، انا بحلق لك وانا مانيش شايفك كده، خد بالك ازاي؟ يعني يوصل لدرجه ان الشخص نفسه يقف يبحلق كده والناس بتعدي قدامه. تعرف لما يكون واحد مثلا شارب ازازتين بينج وهو قاعد متبنج مش شايف اي حد، بس هم موقفينه كده مصلوب وقاعد بيبحلق كده، لو واحد ضربه على دماغه ضربه على قفاه مش هيحس بحاجه. دي الحاله دي اسمها حاله اللا شعور، اللي الشخص منهم بيقول لك وصل الى اعلى درجات التصور، وهو ان يفنى عن الكل بحيث لا يرى احدا، حتى لو نظر في مرآه فما يشوفش غير مولاه. فاهمين حاله الفناء دي؟ اسمعوا بقى ابو يزيد بسطام بيقول لك يسرف في التعبير عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق بشطحات غريبه، دي بيسموها شطحات. يقول لك شطحات الصوفيه، شطح ايه؟ ده هبل. قلت له ايه؟ نطح. لا والله ما ينفع نطح، لان اللي بينطح بيبقى عارف بينطح فين، اخد بالك ازاي؟ انما حكايه الشطح يقول لك اصل هو في ده بيسموه، طلع مصطلح جديد اسمه مصطلح السكر. مصطلح ايه؟ السكر الصوفي. لك يا عم سكران في الهواء، ها؟ مجذوب الجذبه برضه، ولا خديته الجذبه؟ فهو مجذوب او اخذه الوجد او التواجد او الوجود او السكر. شوف المصطلحات بتاعتهم، ده هبل، ده ما تسميش غير استهزاء بدين الله عز وجل. اللي يعمل كده ويبقى ده فكره، يبقى ده راجل من اهل السنه ولا من اهل الضلاله؟ ردوا عليا يا اخوانا بالله عليكم. احنا بنقول الكلام ده عشان الجماعه الصوفيه هيسمعوا الكلام ده. العاقل منهم يقول لي ابو يزيد البسطام بيقول ايه؟ بيقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، وبعدين سبحاني ما اعظم شاني. ايه الكلام ده؟ سبحاني ما اعظم شاني. طب هو قال علي اساس؟ يقول لك لاني مش حاسس بنفسه، هو حاسس بان ربنا سبحانه وتعالى حل فيه. انتوا عارفين زي ايه؟ خلينا اضرب لكم مثل برضه، لان عايز اوضح لك حكايه الحلول والاتحاد، لان جاي عن فكره تناسخ الارواح بالنسبه للمجتمعات الشرقيه الوثنيه زي الهنديه والطاويه والبوذيه والكلام ده، على فكره هندرسه كله ان شاء الله عز وجل. هم بتعرفوا لما يكون واحد اصابه مس، احنا عندنا الروح مش مرئيه بس الروح بتسحب، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالروح دي جسم غير مرئي بس بيدخل ويتلبس فين؟ في البدن، بيدخل جواه. وانتم عارفين ممكن الشيطان يدخل داخل الانسان، نعم ممكن يدخل فيه، مع ان هم يقول لك ده الكلام يمنع ان ازاي الشيطان يصيب الانسان بالمس، اخد بالك ازاي؟ الشيطان ممكن يمس الانسان، فالانسان بيتكلم، الصوره اللي ظهر قدامك علينا صوره انسان، وفي الحقيقه هو بيتكلم بلسان الشيطان، والشيطان هو اللي بيتكلم، اخد بالك ازاي؟ ده بيسموه حلول، دخل فيه شيء، فاللي بيتكلم واحد تاني، واللي ظاهر لك ناسوت ولاهوت، فطلع فكره الناهوت اللاسوت الناسوت واللاهوت اللي هي عند النصارى انتقلت للتصوف بنفس المعنى ونفس الطريقه. فيقول لك سبحاني ما اعظم شاني، على ان ربنا حل فيه دخل فيه، فاللي بيتكلم ربنا واللي بيتحرك ربنا. وابو يزيد عامل زي ما يكون اله او دميه بتتحرك، يقول لك انا ما مش حاسس بنفسي، انا بتحرك كده يمين وشمال، اخد بالك ازاي؟ وفي حد بيحركني مش انا اللي بتحرك يا جماعه. فلما يقول سبحاني ما اعظم شاني، الصوفيه هم فاهمينه، يقول لك اصل ده وصل لدرجه الفناء عن شهود السوى، ما عادش شايف خالص. انتوا عارفين القصه اللي حكيتها لكم المره اللي فاتت في الدوره الثانيه او الدوره اللي فاتت ديت، لما كان الجنيد ابن محمد قاعد مع ابي يزيد البسطامي، ومرات الجنيد تريد ان تخرج، عايزه تخرج من فبتقول له يعني ايه خلي الراجل ده يتدرب جنبه ولا حاجه عشان اعدي او اغطي وشي؟ لا 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 عدي عدي عدي، هو مش شايفك، هو قاعد بحلق بقى، خد بالك ازاي؟ هو كان في الحاله دي ايه؟ جاله سكر، جاله فناء، جاله جمع، ها حصل له ايه؟ جمع، حصل له تواجد وجد، مش حاسس بنفسه، السكر اللي هو فيه مش شايف. فامراه الجنيد عدت، ف
فبعد ما عاد إلى الحضور وبقى في الفرق مش في الجمع وبقى في 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 في, في اليقظة كده وشاف، فالجنيد بيقول له أنت خدتش بالك من حد معدي هنا؟ قال له أبدا ما شفتش حاجة، ما شفتش حاجة. خد بالك إزاي؟ طب افرض الراجل بقى ساعتها الوجد راح والسكر راح وشاف، ما هيبقى شغل نصب واحتيال. القصد بيقول أبو يزيد خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدها. شوف المصطلح، خرجت من بايزيديتي. يعني إيه خرجت من بايزيديتي؟ ها؟ بايزيد يعني أبو يزيد، أبو يزيد البسطام. فخرجت من بايزيديتي يعني خرجت من نفسي، ما عادش لي كينونة، ما عادش لي وجود، فمانيش حاسس بنفسي. خرجت زي ما الحية بتخرج منين؟ من جلدها. ونظرت بعد أن خرجت من إيه؟ من بدني هذا، وزي ما الحية خرجت من جلدها، فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد. قصده على إن أبو يزيد بقى هو الله، والله هو إيه؟ أبو يزيد، والاثنين من شدة العشق والحب بقى العاشق والمعشوق واحد، لأن الكل واحد في عالم التوحيد. فسئل ما هو العرش؟ قال له أنا. خلي بال، وما هو الكرسي؟ قال له أنا، أنا هو. وما هو اللوح والقلم؟ قال له أنا. أنتوا عارفين قصده إيه؟ بقول هو أنا بس اللي خرجت عن بقى يزيديتي؟ لا، ده كل المخروج المخلوقات خرجت عن كونها مخلوقات، لأن الله حل فيها، فأصبح الكرسي هو الله، والعرش تعالى الله عن قولهم، الكرسي عندهم بقى هو الله، والله مين؟ أبو يزيد. فأبو يزيد لما يقول لك أنا الله، يبقى ما فيش إشكال ولا حاجة. يبقى اللي عبد عنده بقى، بعد كده هتتطور العملية، اللي عبد الصنم يقول لك صادق لم يعبد إلا الله، لأن ربنا حل فيه. والله ده النصارى اتبسطوا قوي. واللي عبد عيسى يقول لك عبد ربنا، لأن ربنا حل في عيسى. واللي عبد بوزة تمام، ما عبد غير الله، لأن الله حل في الأشياء. فهو بقى الكرسي والعرش واللوح والقلم والشجر والحجر، جعلوا هذه كلها آلهة على اعتبار أن حل فيها رب العزة والجلال تعالى الله عن قوله. ده دين؟ أهذه فرقة من الفرق الضالة ولا من أهل السنة؟ ردوا. يبقى أخطأ كل من كتب في الفرق إذ لم يجعل الصوفية فرقة من رؤوس الفرق الضالة، مش بس فرقة ضالة، لا، ده على رأسهم. وأخطر الفرق على الإطلاق هذا الفكر الخبيث، أخطر من الشيعة. إيه والله، ليه؟ لأن الشيعة معروفين، عارفين الشيعة، لكن الصوفية ملايين وكتير يبرر لهم وجودهم. خلينا نكمل. طيب دقيقة واحدة وإيه وإحنا معاكم. الفناء عند الصوفية بينقسم على حسب درجة السالكين. إحنا عندنا عابد، مريد، ها؟ عارف. ردوا علي، عابد، ها؟ مريد، عارف. العابد فاني عن عبادة السوى، سوى يعني ما سوى الله، عن عبادة السوى. والمريد فاني عن إرادة السوى أو شهود السوى. والعارف فاني عن وجود السوى. تاني، في ثلاث أنواع من الفناء: فناء العامة، وفناء الخاصة، وخاصة الخاصة. فناء العابد عن عبادة السوى، فناء المريد عن إرادة السوى وشهود السوى، فناء العارف عن وجود السوى. ايه حكايه السوى وما السوى دي؟ مصطلحاتهم، ما هي حاجه تغم، لازم ان احنا نعرف الكلام ده بالتفصيل. تعالوا بقى نتكلم على الكلام ده بس ان شاء الله عز وجل بعد ان نصلي الايه؟ العشاء، ونستكمل ما تيسر باذن رب العزه والجلال. نعود الى شرح المصطلحات. الفناء ضروري يا اخوانا نفرق بين الفناء الصوفي، إن كان مصطلح الفناء نفسه مصطلح بدعي، يعني إحنا ما نعرفوش، نعرف مصطلح العابد، المؤمن، المسلم،
المقتصد السابق بالخيرات، مصطلح الإحسان، مصطلحات الشرعية. لكن الفناء، ولكن الفناء عن عبادة السوى، الفناء عن عبادة السوى، يعني الصوف، هو يقصد الصوفي يفني ميوله ورغباته من المخالفة إلى الموافقة، من العصيان إلى الطاعة. يعني يقول لك أنا أفنى عن المعصية، أفنى يعني أبتعد، يعني أبتعد عن إيه؟ المعصية، وأتركها ولا أقع فيها، بل فني عنها ليقع فين ويبقى فين؟ ها؟ في الطاعة. فهنا في الحالة دي نسميه فناء العابد أو فناء العابدين، الفناء اللي بيرجع فيه إلى مسألة إيه؟ البعد عن المخالفات ليبقى في الطاعات. لكن لاحظوا معايا كده أنه استخدم مصطلح الفناء في مقابل البقاء، مش كده؟ بقاء في إيه وفناء عن إيه؟ ما احنا بنقول واحد يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية خلاص، لكن هم استخدموا المصطلح ده أنه فني عن المعصية عشان يدخل فين؟ في الطاعة ويبقى في الطاعة. طب فناء وبقاء لما يكون مقياسها الطاعة والمعصية يبقى ده شيء كويس، مش كده برضه؟ معايا ولا مش معايا؟ ها؟ واحد بيفنى عن المخالفات ليبقى في الموافقات التي امر الله بها، جزاك الله خير، ده شيء كويس قوي، بس ده يسموه فناء ها؟ العابدين، فناء ايه؟ وده ادنى انواع السالكين واقل الناس منزله، بيسموهم علماء الرسوم. جميع المحدثين والفقهاء من علماء الرسوم، من أهل الظاهر، وأحيانا يطلق عليهم الجماعة اللي بدوروا على العلف. شوفوا المصطلح، علف ليه؟ لك بيدور على بطنه، عايز يشبع من الجنة، همه إن يأكل ويشرب. شفتوا بقى إزاي؟ حتى قالوا دول بنفس المصطلح زي ما حرالكم، عبيد السوء الذين لا يوقرون الله إلا لعوض. الكلام ده معناه أن أنت بتتهم النبي عليه السلام وتتهم الصحابة وتتهم السلف الصالح أن هم بيدوروا على بطونهم، وأنت سبت إيه المنافقين اللي قالوا ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء ملأ للبطون ولا أجمل عند اللقاء، وبعدين يصف نفسه بما هو أرقى منهم فيقول لا، في فناء أعلى، فناء عن شهود السوى، يعني لا يلتفت إلى شيء سوى الله، لا ينظر إلى شيء من المخلوقات. يعني إزاي ما نظرلوش؟ يعني ما أنا لو ما نظرت لهمش هتصدم فيه وأنا ماشي، هعمل حدث. تخيل واحد فني هو سايق، ماشي الشبورة ولا إيه؟ واحد حصل له فناء وهو سايق، معنى فناء، الفناء بمعنى عدم الالتفات إلى المدركات وحتى الأفكار والأحاسيس اللي فيه ما يلتفتش إليه، يعني حتى لا يلتفت لفكري ولا لأحاسيسي. يقول لك تفكيره كله منصب ومنحصر في الله فقط. إزاي الكلام ده يعني؟ الكلام ده ممكن يحصل في الدنيا اللي احنا فيه؟ صحيح ممكن الواحد يجي له وقت من الأوقات يتذكر ماذا سيقول عندما يلقى الله، عندما يحاسبه الله، عندما يقف بين يدي الله، عندما يكون على الصراط، أو يذهب إلى النار أم إلى الجنة، نسأل الله الجنة. صحيح يفكر في كده، الحالة الإيمانية اللي كانت تعتري الصحابة، إنما يقول لك لا، أنا بقى لا بدور على جنة ولا على نار، أنا فنيت عن كل عبادة التجار اللي بيدور على الجنة والنار، أنا بدور على ربنا سبحانه وتعالى، أنا فنيت عن الخلائق لأبقى بالخالق، على حسب كلامه. الفناء الثالث بقى فناء عن وجود السوى، عن شهود السوى شيء، يعني أنا مش شايف حد تاني، والفناء عن وجود السوى يعني بقول لك أنا مانيش أصلا شايف مخلوق، أنا كل اللي شايفه قدامي الخالق بس ظاهر في صورة إيه؟ أشكال كسرة. الكل عندي هو الخالق واحد أهو، الكرة الأرضية أشبه زي المثل اللي قلت لكم عليه، العقيدة البوذية أو العقيدة الصينية الطاوية أو غيرها، اللي بيتكلموا فيها عن إن في تنين كبير طالع بعدة إيه؟ أوجه مختلفة، وله أزرع كثيرة، وبوذة طالع له 600 إيد و600 وجه وكلام من ده.
هذه المناظر اللي هم شايفينها خدوا منها مسألة الوحدة والكسرة. يقول لك الإله واحد بس هو في كسرة. كسرة يعني إيه؟ يعني ناس كتير وأشكال كتير، ممكن تلاقي حجر شجر إنسان حيوان رجل امرأة إلى غير ذلك. يقول لك هذه كسرة، لكن في الحقيقة هو بدن واحد وذات واحدة، هي بتظهر في أشكال متعددة، فيسموها عين الجمع أو الوحدة، وحدة الوجود، أصل وحدة الوجود كده. يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى طلع أو ظهر في هذه الكسرة المتعددة، فالناس يرونها كثرة. يقول لك هذه مخلوقات وناس كثير وده غير ده، وفي الحقيقة الموحد الحقيقي هو من يراها وحدة. يبقى التوحيد عندهم أن ترى الأشياء إيه؟ وحدة، وحدة كلها ذات الحق سبحانه وتعالى. والشرك، الشرك أن تميز بينها وتقول لا دي غير دي ودي غير دي، وده مخلوق وده مخلوق وده غير، وده مخلوق غير الخالق. فالشرك عندهم، الشرك عندهم أن تميز بين المخلوقات وتقول في خالق ومخلوق، والتوحيد عندهم أن تعبد جميع المخلوقات اللي بيقولوا عليها هي الخالق، إن ما فيش حاجة مخلوقات أصلا، ده هو الخالق. شفت بقى الشرك توحيد والتوحيد إيه؟ شرك. فهذا مدين الله عز وجل تحت مسمى وحدة الوجود والفناء عن وجود السوى، وهذه الخزعبلات النتنة العفنة التي أدت بضياع الدين. وما فيش واحد صوفي جايز يكون جاهل ومعذور بجهله، ما يعرفش. ما فيش واحد صوفي من العارفين على حسب تصنيفهم إلا ويستخدم هذه المصطلحات ويتكلم بهذا الفكر ويسري إلى كلامه دون أن يدري أو يدري. ولذلك أنتوا بعد الدراسة دي ساعة ما تسمعوا الكلام هتقول بس شكرا، أنت عارف أنا مش عارف. حتى كلمة سيد العارف بالله أصبح المصطلح نفسه مشكلة. أو واحد يقول لك اللهم افتح عليك فتوح العارفين، لا يا عم بلاش فتوح العارفين بتاعتك دي، أنا مش عايزها، أنا عايز الفتح الرباني اللي يفتح علي فيه باتباع كتابه وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتوح العابدين فتوح المريدين، والعارفين لا. معايا ولا مش معايا يا اخوانا؟ وأظن الكلام كده محدش هيعيب علينا فيه. ترضى ان بالكلام اللي يقول لك فيه ان الخالق هو المخلوق؟ اسمعوا بقى، خلينا نشوف بقى الكلام ده في كلامهم هم. الاول نتكلم على الفناء عن مساله طلب الجنه والنار او ملاحظه الاغيار كما يقولون. خلي بالكم طلع مصطلح كمان اسمه مصطلح الاغيار. مصطلح ايه؟ كلمه يعني اغيار يعني ايه؟ غير الله. أما أقول مثلا الإنسان غير الله، فلان ده غير ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى له ذات وصفات ليس كمثل شيء فيها، إنما أنت غير ربنا. فأنت غير ربنا وهو غير ربنا وده غير ربنا وده غير ربنا وده غير ربنا وده غير ربنا، فمجموعهم يبقى إيه؟ هذا مصطلح الأغيار. يقول لك لا تنظر إلى الأغيار، لا تنظر إلى الإيه؟ الأغيار، ولكن انظر إلى الله على اعتبار ان هذه الاغيار صوره من مظاهر الوجود ووحده الوجود. هتشوفوا هذه المصطلحات. فعندك مثلا ابو يزيد البسطامي بيقول ايه؟ ان الله تعالى امر العباد ونهاهم، امر العباد ونهاهم عشان يبقوا عابدين يعني، فاطعوا فخلع عليهم خلعه. خلعة يعني مكافأة يعني جايزة. خلع عليهم خلعة من خلعه اللي هي الجنة يعني، فاشتغلوا بالخلع عنه، فبقى همهم يدوروا على ايه؟ على الخلعة دي الجنة. وإني لا أريد من الله إلا الله، لا أريد من الله ايه؟ يعني ده عايز جنة؟ لا مش عايز جنة. وطبعا هو بيقول ان هو نفسه كده الرسول بحث عن الجنه وطلب الجنه، فهو ارقى من طلب النبي صلى الله عليه وسلم للجنه، وهو يقصد انهم اشتغلوا بالتفكير في الجنه التي اعطاهم اياها وتركوا ذكره هو. ولذلك اسمعوا كده ابو يزيد البسطامي. احنا بنتكلم على ابو يزيد ليه؟
لأن أغلب مصطلحات الفناء رويت عن أبي يزيد، لغاية ما وصلت نهايتها لمسألة الحلول والاتحاد بدأ يظهر مين؟ لا مش ابن عربي، الحلاج حسين بن منصور، هقول لكم عليه دلوقتي. روي أن أحمد بن حرب وجه إلى أبي يزيد حصيرا، اداله حصيرة يعني، وكتب معاه صلي عليه بالليل، الحصيرة دي هدية عشان إيه؟ صلى عليه بالليل. فكتب أبو يزيد إليه، بقى أنت بعت لي عشان أصلي؟ أصلي على الحصيرة بتاعتك دي؟ هو هيصلي على الحصيرة، وأنتوا عارفين الصلاة معناها إن يبقى إيه؟ عادي. فكتب أبو يزيد إليه: إني جمعت عبادات أهل السماوات والأرضين السبع فجعلتها في مخدة ووضعتها تحت خدي. خلي بالك، انت بتخيل ان احنا لسه في الدرجه دي؟ لا يا ابني، ده عدت من زمان، ده عبادات السماوات السبع والارضين كلهم اتلموا في مخده وحطتها تحت دماغه لله. انتوا عارفين المصطلح الصوفي اللي كان بيقول ايه؟ المريد سيار والعارف طيار، بيوصل في لحظه. وكان يقول: لم ازل اجول في ميدان التوحيد حتى خرجت إلى دار التفريد، ثم لم أزل أجول في دار التفريد حتى خرجت إلى الديمومة، فشربت بكأسه شربة لا أظمأ من ذكره بعدها أبدا. إيه اللي بيقوله ده؟ ديمومة، هو عايز يقول لك يعني إنني خرجت من حكاية التوحيد، هو يقصد توحيد العباد، يعني كان في مرحلة عالية وبعد كده وصل لدرجة أعلى ما عادش شايف حد، بعد كده بقى في الديمومة. وكلمة الديمومة اللي هو دوام الأسماء والصفات والذات، ودوام الذات والصفات وصف مين؟ وصف الله. فنسبه إلى نفسه على إن ربنا حل فيه وهو حل في ربنا سبحانه وتعالى. اتفهمت اللعبة بتاعته؟ شو بقى هنا؟ قال البسطامي: الجنة لا خطر لها عند المحبين، لأن احنا قلنا أهل المحبة من العابدين ولا المريدين ولا العارفين؟ ها؟ المريد بيقول لك انا ببحث عن الحب اللي عايز جنه ونار، والعابد بيبحث عن جنه والنار، والعارف لا بدور على محبه ولا على جنه ولا على نار، لان هو نفسه بقى رب العزه والجلال. خلي بالكم من المصطلحات دي. بيقول: الجنه لا خطر عند المحبين، واهل المحبه محجوبون بمحبتهم اي عن طلب الجنه، وإن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار. يعني بقول لك هم عايزين ربنا، فلو دخلهم الجنة وما شافوش ربنا يقول خرجنا منها، طلعنا منها. حتى إن هو نفسه بيقول إيه؟ إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لا أطفوها. مش هو أبو بكر الشبلي بيقول إن لله عبادا لو بزقوا على، بزقوا يعني تفوا فيه، ها؟ لو بزقوا على جهنم إيه؟ لا أطفوها. ياه، للدرجة دي يعني؟ لكن نار إيه ده؟ لو واحد تفي فيها يطفيها. شوف الاستهزاء وصل بمعاني الإسلام لأي حد. وقال أيضا: لو خطر ببالي، الشبلي بيقول لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا، لكنت مشركا. لو خطر بباله. طب واحد يقول لي أفسرها ازاي دي؟ على فكرة العبارة دي معضلة حتى عند الصوفية نفسه، لما واحد منهم يجي يفسرها من المشايخ الصوفيه بيعجز عن تفسيرها، لانه لك ازاي يبقى مشرك يعني؟ ده بقول لو خطر في بالي ان النار هتحرق مني شعرية واحده ابقى مشرك. ها؟ تتفهم ازاي دي؟ خلي بالك، النار ما بتحرقش. واحد بيقول لك النار هتلسعه، فطالما هيوصل للنار يبقى ارتكب المعاصي، مش كده؟ يبقى هو في مرحلة العابد ولا المريد ولا العارف؟ ها؟ العابد. العابد بيرى خالقا ومخلوق. العابد شايف فيه خالق وإيه؟ ومخلوق، لأن هو مخلوق وبيعبد الخالق وطمعان في جنة والجنة مخلوق.
وخايف من النار، والنار مخلوق. فطالما فيه واحد معتقد ان فيه خالق ومخلوق يبقى وقع في الشرك، فجعل اثنين في الوجود. والتوحيد عندهم ان الخالق هو الايه؟ المخلوق. فعشان كده لو كان في درجة العابد اللي بخايف من النار والنار خطر في باله انها هتحرقه، يبقى معنى كده بيعتقد ان في مخلوق وخالق، والتوحيد عندهم ان الخالق هو الايه؟ هو المخلوق. فهمتوا اللفة بتاعته؟ بقول لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشرك، لأن هو متصور أن التوحيد أن العابد هو المعبود. الكلام اللي قال الهروي، ولذلك احنا جبنا كلام تيمية بعده اللي بيقول إيه؟ ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده إيه؟ جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. الكلام ده شرحناه في منة الرحمن. هو قصده ان ما فيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، ان التوحيد ان الخالق والمخلوق يبقى واحد، ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق. فلو قلت في خالق ومخلوق وجنه ونار وكلام من ده يبقى انت كده مشرك. عشان كده قال لو خطر ببالي ان الجحيم تحرق مني شعره لكنت مشرك. وسمع واحد بيقول قول الله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، فقال ليتني كنت منهم. ايه رايكم؟ اعوذ بالله، لك ليتني كنت منهم. فبعدين ازاي يا عم انت بتقول الكلام ده؟ ايه الهبل ده؟ دي شطحات ولا نطحات؟ ها النطحات قليله عليها، حتى شطحات. شطحات ايه؟ ده ضلال مبين. طب انت ليه بتقول اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ قل ليتني كنت منهم. الايه بتقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، دول اهل نعيم ولا اهل عذاب؟ يقول ليتني كنت منهم. فواحد صفه يقول لك انت فاهم حاجه، انت فين يا عم الشيخ وفين المعاني الراقي؟ هو قصده ان يتلذذ بكلام الله حتى لو عذبه، المهم يكلموا بعض. اخد بالك ازاي؟ يعترف لما يكون واحد بيحب واحد فيتحمل المشق من اجل الحب، اخد بالك ازاي؟ او واحد بيحب واحده وهو شايف العلقه متعبان وقاعد يقول لك انا نفسي اشوفها، اخد بالك ازاي؟ تعالى الله عن قوله. شوفوا محبه المخلوق للمخلوق، شبه الخالق في محبته لهم ومحبتهم له بمحبة واحد بيحب مراته ولا واحد بيحب واحدة، ويسموا العشق والمصطلحات الكذابة دي. ولك أقول لك أنا نفسي أكلمه حتى لو أنا في جهنم. مين بقى من الصحابة اللي سمع قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تاني كنت منهم؟ شوفوا الضلال الذي يدعي فيه هؤلاء ان هم من العارفين واصحاب الرقي في المعرفه والعلم والتبحر والذوق والسكر والخمره والزفت. قول بقى زي ما انت عايز. والله الواحد احيانا بيتغم ساعه ما بيقرا كلامهم ولا يشوف نظامهم ده. طيب ابن تيميه له كلام جميل قوي، يا ريتني اعرف اوصله لكم باختصار، لان الكلام اصلا عشان يتشرح عايز وقت طويل، بس ركزوا معايا وربنا يعيني واوصل لكم بسرعه. فاكرين دوره منة القدير؟ الدوره الثانيه اللي احنا شرحنا فيها القضاء والقدر والحكمه والتعليم، الحكمه والتدبير. ربنا سبحانه وتعالى له وصف القدره ومن اسمائه القدير، وله وصف الحكمه ومن اسمائه الحكيم، مش كده؟ فبالحكمة خلق الأسباب ونوع بين الناس في الابتلاء، فجعل الناس مختلفين آجالا وأرزاقا وألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير، منهم الأعمى والبصير، الظالم والمظلوم، إلى غير ذلك من معاني الحكمة. فالكثرة في التنوع والاختلاف مظهرة للحكمة، مظهرة للإيه؟ للحكمة. فلو أنا أبطلت وجود الكثرة يبقى أنا أبطلت إيه؟ ها؟ الحكمة. لأن الكثرة ديت ما هو عشان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، في إن إنسان ما يظلمش إنسان ولازم يكون موصوف بالعدل وحاكم ومحكوم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإنسان يتحاسب لو ظلم أخاه، ولا دايما يعتذر لأخاه ويتواضع ويلين له ويدعوه إلى طاعة الله. كل الكلام ده لازم يكون فيها كثرة ولا ما يبقاش فيه كثرة؟ ردوا، ها؟ كسر. وربنا سبحانه وتعالى قادر
على أن يجعل هذه الكسرة على قلب رجل واحد، صح ولا لا؟ يبقى فيه وحدة في القلوب وتوحد في القلوب. إذن المخلوقات كلها بين قدرة الله وحكمته، فأنت لو أبطلت الكثرة هتبطل الحكم، وإن لم تؤمن بقدرة الله على جمع القلوب على قلب رجل واحد فأبطلت القدرة. فجم الصوفية عايزين يبطل الكثرة ويقول لك لا، احنا بس نؤمن بالوحدة، وياريتهم جعلوا وحدة مخلوق، إنما جعلوا وحدة المخلوق هي وحدة الخالق. ولذلك ابن تيمية دخل من هذا المنطلق وقال هؤلاء جبرية، اللي بيقول لك بإسقاط التكاليف والشرائع ملاش معنى، هؤلاء نظروا الجانب الإيه؟ الربوبية والقدرة، وتغافلوا عن جانب العبودية والحكمة. والله ما خلق الخلائق إلا ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا. فهمتها؟ وصلت؟ ده أخسر طريق وأقل طريق أقدر أن أوصلكم المعلومة. ده كلام تيمية كله. ولذلك يقول لك إيه؟ الفناء اللي بيذكره الشيخ الهروي صاحب منازل السائرين هو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية. انتوا قاعدين تتكلموا في توحيد الربوبية في إثبات أن الخالق وبس، وكل المخلوقات دي ربنا هو اللي خلقها وهو اللي بيحركها وهو كذا، وملهاش وجود ولا لها تأثير، فنفيتم الأسباب. والأسباب إنما جعلها الله لإظهار توحيد العبادة له، وإظهار الشرائع والأحكام، وتمييز الحلال والحرام، وإظهار شريعة الإسلام. فلما تبطل هذه المعاني تحت مسمى أنك أنت بتوحد الله عز وجل في الربوبية، ودي معاني الفناء وأشياء من هذا القبيل، يبقى أنت كده ضيعت الدين ووقعت في مذهب الجبرية اللي بيقولوا فيها لا معنى للشرائع والأحكام والعبد مسير مجبور. ما يفرقش الأمر حد. شوفوا تيمية مسكهم إزاي، خبير، مسك الصوفية من الوسط، مش عارفين يفلفصوا. ازاي بيكرهوه جدا، بيكرهوا الراجل ده. ساعة ما يذكر ابن تيمية الصوفي يقشعر، ايه شاف واحد هيخنق ويخلص عليه. المهم، ولذلك بقول لك ايه، اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، أي الحكم القدري. ولك أنا لو نظرت إلى حكم معنى الحكم القدري يعني ومعاني القدرة، يبقى معنى كده ما هيبقاش فيه فرق بقى بين المنكر وغير المنكر، بين الشرك وغير الشرك. فأنت لما تقول لي إن ربنا ظهر في صورة بوزة، أو إن ربنا سبحانه وتعالى تجلى في صورة بوزة وتجلى في صورة الصليب، والتوحيد إنك تعبد دول كلهم، يبقى عادل شرك القبيح حلو عند الناس. ولذلك هم الغرب ساعة ما شافوا الصوفية قالوا هاتوا الناس دول، ده دول جوهرة هاتوهم. فأول ما عملوا إيه؟ راحوا ترجموا التراث الصوفي وحققوه، وأنشأوا مطابع لا حصر لها في أول ما أنشئت المطابع في العالم الإسلامي في بيروت على أفخم ما يمكن. وأول ما حقق من التراث كان التراث الصوفي، كتب الصوفية هي اللي طلعت في الأول، حققها المستشرقون وشروها في العالم الإسلامي، وخلوا أولادنا هناك يدرسوهم في الغرب تحت أيدي المستشرقين كلام ابن عربي والحلاج، وطلع عندنا ناس وصلوا إلى قمة الوزارة، والوزراء مسكين البلد في كل حتة متعلمين عند الجماعة اللي في الغرب، واخد الدكتوراه من السربون. مين اللي علمه؟ واحد علمه كلام الضلال بتاع الصوفيه دول. يقول لك ده يا جماعه الفكر الراقي والفكر الحضاري، ودي اللي يقرب الاديان ويعمل وحده في الاديان. كل الكلام ده ضلالات الصوفيه في مساله القول بايه؟ بالحلول الاتحاد ووحده الوجود. وفناء خاصه الخاصه، ده كلام تيميه، هو الفناء عن وجود السوى عند الصوفيه، وهو فناء العارفين المتحققين المضمحلين. مضمحل يعني تايه سكران مش واعي، الغائبين في بحار الحلول والاتحاد. فيذكر الكاشاني عبد الرزاق الكاشاني صاحب المعجم الصوفي من فناء العارفين الغائبين فناء من فني بالحق، وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودون أو موجودين، إلا أنه لا علم لهم به، لا حاسس بنفسه ولا بإحساسه ولا بخبر الناس ولا بكلامهم، تايه. يقول لك ده راجل
مستغرق، ده راجل ايه؟ غارق. حتى ان بعضهم يقول لك انا ردم، يعني مردوم، مش حاسس بنفسي خالص. اخي بالك ازاي؟ هنا بقول لك اشباح احنا ولا ايه؟ ده الانسان انسان لان له اراده، لان له اختيار ومسؤوليه، بيأثر في الواقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه؟ ايدي الناس. فايدي الناس ان هو هي المسؤوله، وبرضه ايدي الناس ممكن تحول هذا الفساد الى خير والى حضاره. ودايما يقول لك ايه؟ يقول لك إيه؟ الشخص يصل لدرجه يحصل فيه ذهول. زي ايه؟ يقول لك تعرف، خلي بالكم المثل ده هتلاقوه كتير، الذهول ده ممكن ينسي نفسه. حتى لو سئل عن هيئه المجلس وملابس ملابس الاهل وترتيبه كان قاعد فين ما يعرف، زي حكايه الجنيدي ومحمد لما مراته عايزه تعدي كده. الدليل على كده ايه؟ يقول لك اسمع، فلما سمعت بمكرهن ارسلت ايه اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه. ها، يقول لك سحر يوسف جذبهم فمش حاسين بنفسهم فقطعوا ايديهن. طب دي صوره بشريه بتحصل، ذهول لحظه كده يعني. قالوا هو ده بالظبط اللي بيحصل. شوف القياس هنا، القياس هنا قياس تمثيلي، قاسوا علاقتهم او علاقه المخلوق بالمخلوق وطبقوها على الخالق مع المخلوق. فقال كذلك الانسان يذهل، ما يحسش بنفسه، فني عن نفسه، فيبدا يقطع في نفسه وهو مش داري. فلما يقعد يذكر الله حي الله حي الله حي، هب يمين هب شمال، زي ما انتم عارفين اللي بيحصل، يحصل له جذبه لان حصل له وجد وتواجد وسكر، قطع هدومه وانجذبت الملابس وتقطعت واصبح الثياب وتعرى قدام الناس. طب الملابس اللي قطعها دي مين اللي ياخدها؟ فيها قولان. هم بيقولوا كده. قشيري في الرساله القشيريه بيقول فيها اقوال بل ثلاثه. ياخدها المنشد القوال اللي قاعد بينشد وهم بيذكروا على الايه؟ على الطبله بتاعته. لان الرسول قال لك من قتل قتيلا فله سلبه. فالرسول قتله في العشق والحب، يبقى ياخد السلب بتاعه. وواحد يقول لك لا، ياخدها مين؟ ياخدها الشخص نفسه، ترجع له تاني. صاحب الشيء اولى بايه؟ بثقبه او بحقه، ياخدها. وواحد تاني قال لا، ياخدها الفقراء الحاضرون. ليه؟ واذا حضر القسمه والقربى. والله دي اقوال بيناقشوا فيها في كتاب الرساله القشيريه، في اذا ما حصل الجذب وحصل الوجد واصبح الشخص في عين الجمع، يعني اصبح مجموع على الحق، فجذب نفسه وقطع ملابسه. الملابس فيها قمقاول، الخرقه دي فيها ثلاثه اقوال، لا حول ولا قوه الا بالله. الحلاج بن يوسف، معلش هنكلم الحلاج بن منصور، الحسين بن منصور الحلاج، معلش الحسين بن منصور الحلاج، هو مات مقتول بسبب كلامه الخبيث ده في الحلول والاتحاد. بدأ يقول لك التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا كان كل من المحب والمحبوب يحل كل منهما محل الآخر وينوب عنه في الكلام والنطق بحيث تكون صيغته واحدة عند الطرفين. وأنا ضربت لكم مثل دايما عشان تفهم الحلول أو تفهموا الناس دي أو تفهموا لأي واحد من العامة. الحلول والتحدي بسيطة، يعني أنت تفهمها من خلال واحد بيدفع الفواتير، وانت ليك واحد صاحبك بتحب الروح بالروح اسمه علي وانت اسمك محمد، فالفاتوره ندوا فين علي؟ فاتوره علي. فمحمد قال انا حاضر. اللي حضر هنا مين؟ محمد ولا علي؟ هم نادوا على مين؟ هو قال انا. فحل محله من شده المحبه. الكلام ده نقوله بيني وبينك صحيح، انما تقدر تعملها مع ربنا. ان ربنا يقول سبحاني، تيجي انت تقول سبحاني ليه؟ يقول لك ما انا هو واحد، بنلف كده كله، هو يقول مره وانا اقول مره واحنا بنحب بعض. خلي بالك من شده الحب، ما تنفعش الكلام ده طبعا ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك دي اسمه حلول. فلما الذات الالهيه
تدخل في الذات البشرية فيبقى ناسوت يعني بشر يعني ناس في حال الكسرة، ولاهوت في حال الجمع. فهمتوا الجمع والفرق؟ في حال الجمع يبقى ايه؟ لاهوت، وفي حال الفرق ناسوت، في حال الكثرة ناسوت، وفي حال الوحدة لاهوت. كلام النصارى في عيسى في الناسوت واللاهوت. يبقى في الحالة دي ما بقاش حلول، بقى ايه؟ اتحاد. بقى ايه؟ فهمتوا الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول ان في اتنين من الزوات، اتنين من الزوات، ذات بشرية وذات الهية. فالذات الالهية تحل محل الذات البشرية، والذات البشرية تحل محل الايه؟ الذات الالهية. لكن الناسوت، لكن الاتحاد ان الذاتين دخلوا ببعض. فالانسان دي بيعتقد ان ربنا جواه، ان هو نفسه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده حلول ولا اتحاد؟ واي حلول يجيب اتحاد على طول، لان اثناء التعبير بيخون اللفظ، يبدا يعبر عن الذات الالهيه. ولذلك خلي بالكم هنا، خلينا نتجاوز الحلاج وبلاويه، امسكوا بس اهو كلامه. الحلاج بيقول في النصوص دي، طبعا دلوقتي لو قريتوها هتفهموا الكلام، بيقول مزجت. مزجت يعني ايه؟ اختلط. روحك في روحي، بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمره بالماء الزلال، زي ما الخمره تدخل في الميه. فاذا مسك شيء مسني، فاذا انت انا في كل حال. فهمتوا هو قصده هنا حلول ولا اتحاد؟ اتحاد. وبعدين يقول لك ايه؟ انا من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني. فهمتوا كلام الحلاج دلوقتي؟ هو بيتكلم هنا حلول ولا اتحاد؟ اتحاد. وبعدين يقول لك ايه؟ سبحان من أظهر ناسوته. ناسوت هنا بيتكلم على الوحدة ولا الكثرة؟ كثرة. سرا سنى لاهوته الثاقب. يبقى هنا بيتكلم على اللاهوت والايه؟ والناسوت، على ان احنا شايفين كسره، وهو شايف ان اللي ظهر هو اللاهوت بس طالع في صوره ناسوت. حتى بدا في خلقه في صوره الاكل الشارب. حتى بدا في خلقه ظاهرا في صوره الاكل الشارب. فالاكل الشارب اللي هو الكسره، انا وانت وكل واحد قاعدين بناكل اهو وبنشرب اهو، قولوا بسم الله بس ما تعكوش شاي وانا معايا. انت فهمت يا اخوانا وبعدين يقول لك ايه؟ الله كلامه يا اخي انا مش عارفه. بيقول بيقارن بين موقف ابليس وموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبقول لك ايهما اقوم في التوحيد؟ موقف محمد صلى الله عليه وسلم ولا موقف ابليس؟ قال لا، الاقوم في التوحيد موقف ابليس. اه والله. فقال لك موقف ابليس رفض السجود لادم، لكن موقف النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك محمد لم يرجع الى حوله وقوته فقال بك احول وبك اجول، بينما رجع ابليس الى حوله بقوله انا خير منه. هو طبعا المعاني اللي هو يريد ان يشير اليها مساله برضه الحلول والايه؟ والاتحاد. فبقول لك ابليس وفرعون كان مثالان للفتوه. فتوه يعني ايه؟ لك بطل ما يهموش حتى لو دخل جهنم. فبقول ابليس قال له اسجد لادم، قال له لا مش ساجد، ما اسجدش قال لك انت ادم مين؟ خلي بالك ازاي؟ لكن محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك رأى كل صغيرة وكبيرة قائمة به، بالله عز وجل، أو أن الله حل فيها، قال بك أحول وبك إيه؟ أصول. فهنا إبليس بيقول، أو هو نفسه الحلاج بيقول، فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. طب بالله عليك لما واحد يوصلك لدرجة ويحاولوا يقنعوك إن ده واحد إيه من العارفين،
عارفين ايه؟ ده عقيدة زي الطين. اي والله. فاستاذي وابليسي، فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون، فصاحبي واستاذي ابليس وفرعون. ابليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه. هدد بالنار لو ما سجدش الادم فما رجع عن دعواه انني لن اسجد الا لله. خلي بالك. وفرعون اغرق في اليوم في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة. يعني ايه فرعون؟ لما قال انا ربكم الاعلى، كان كاذب ولا كان صادق؟ ها؟ عندنا احنا كذاب وابن ستة كذاب، بس بلاش ابن دي، هو كان ايه؟ كذاب. لكن تعالى بالنسبه ل عند الصوفيه يقول لك لا، ده راجل فاهم الحلول والاتحاد صح. ده بيقول لك ربنا حل فيه. فبقول انا ربكم الاعلى لاني بتكلم مش فرعون. ده ربنا هو اللاهوت بس ظهر في صورة الناسوت فرعون. اتحلت المشكلة. يبقى لما يقول لك يسوع ابن الله وباسم الاب والابن والروح القدس اله واحد من اله واحد مولود غير مخلوق اللي من اجل نحن البشر ومن اجل خطايانا نزل من السماء ومريم العذراء تجسد والكلام اللي بيقولوه، يفرق ايه الكلام ده عن كلام الصوفية؟ وتقول لي مش فرقة ضالة؟ امال ايه الضلال اللي ما كانش ده؟ ايه الهداية اللي ما كانش ده ضلال؟ معلش. ولذلك ابن تيمية لما هو فاهم كلامهم بيقول لك ايه؟ وحقيقة قول هؤلاء الاتحادية او الاتحاد والحلول الخاص من قول من جنس قول النصارى في المسيح، وهو ان يكون الموحد هو الموحد، ولا يوحد الله الا الله، وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم، كما قال ما وحد الواحد من واحد أي ما وحده أي من وحد غيره، إذ كل من وحده جاحد. هو يشير طبعا ويكمز الشيخ الهروي، والكلام ده قلناه بالتفصيل في كتاب منة الرحمن وتحدثنا عنها بالتفصيل. فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة، هو زنديق كلامهم دي كلام زندقة. واللي يدافع عنه إن كان جاهل ما يعرفش، أصل خلي بالك إخوانا يعني انتظروا بس، أنا عايز أقول بس بإنصاف، كثير من المشايخ ومن العارفين ومن شيوخ الطرق وكلام من ده من أصحاب الطرق ما يعرفوش الكلام ده. هم متخيلين الصوفي اللي هو الزاهد اللي عايز إيه؟ يعني يبالغ في العبادة وفي الطاعة وكلام من ده. لكن هم لو في واحد قلت له أنت ترضى بالكلام الزندقة ده وده اعتقادك؟ هقول لك لا، هو مش فاهم بس بيدافع بعصبية وجهل. يعني كتير من الناس، ما انا بقول لك المرة اللي فاتت لما قلت لكم انا جلست مع دكتور احمد عمر هاشم وشرحت له الكلام ده، قلت له انا قرأت، كنت بقرأ له من نفس الملف ده، قلت له ترضى بالكلام؟ قال ابدا، ده مش تصوف، ده كفر، دي زندقة. قلت له ده كلام الصوفية وكلام الحلاج وكلام ابن عربي وكلام، قال لا مش عايزين التصوف ده، لأن هو ناسج صورة للصوفية في ذهنه من صورة الطريقة اللي هو شافه ان يعني التصوف معناه زهد وكلام من، وربما يتعرضون لهذه الألفاظ وممكن الشيخ مش واخد باله منه، فدي مشكلة. ولذلك احنا بنقول مش بنعمل الكلام ده عشان نحاربهم حرب بمعنى ان انتوا كفار واهل ردة وكلام من ده، لا، عشان نحذرهم من هذا الفكر الخبيث. ولذلك فناء اصحاب الحلول الاتحاد زندقة. فلما تيجي تقولي لا سلطان العاشقين ابن الفارض والشيخ اللي اسمه ياسين التهامي ليه قاعد بيغني الكلام الكفري ده وبياخد بيه تصريحات وتنزل في شرايط، قصيدة ابن الفارض وكلام ابن عربي في وحدة الوجود قاعد بيغنيه، شوفوا شرايطه اللي موجود جاي بيقول لك ده سلطان الحب والعشق، وهو كله زندقة ووحدة حلول وحدة وجود وحلول واتحاد. شوفوا اخواننا هنا بقى، الذهبي بيقول في ترجمة ابن الفارض، انا هقول لكم بس ايه مثال لان دلوقتي تقدر تفهموا كلامه. عمر بن علي بن مرشد بن علي الأديب البليغ شرف الدين أبو القاسم الحموي المصري المولد والدار ابن الشيخ أبي الحسن الفارض سيد شعراء العصر، بيقول لك شيخ الاتحادية، ديوان شعره مشهور في غاية الحسن واللطافة والبراعة والبلاغة، لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة وأرق استعارة، بقول زي الفالوذج
الحلاوة اللي هي الجميلة قوي اللي فيها سم الأفعى. قصيدة عمر بن الفارض اللي قال فيها إيه دلوقتي تقدر تفهم كلامه بسهولة ويسر. أمثلة بس، قل وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وعمرتي. هو بيتكلم على نفسه، هو ناسوت ولا لاهوت؟ خلي بالك هو بيؤمن بحكايه الاتحاد، حلول الاتحاد، ان اللاهوت دخل في الناسوت، فيبقى ابن الفارض في هذه الحاله بيتكلم عن نفسه ولا عن ربه؟ فهو شايف نفسه اله في الحاله دي. فبقول وكل الجهات الست نحوي مشيره بما تم من نسك وحج وعمرته. فالكل اللي بيحج وبيعمل عمره بيتوجه لي انا ابن الفارض، على اعتباره ابن الفارض يبقى بقول على نفسي انه اله. طب وايه السبب انه يقول كده؟ ها؟ انه شايف ان ربنا اتحد فيه او دخل فيه. لها صلواتي بالمقام اقيمها، بيتكلم على الذات الالهيه، يقول انا بصلي للذات الالهيه في المقام، يعني في القبلة. يبقى هو هنا ناسوت ولا لاهوت؟ ناسوت. واشهد فيها في القبله انها لي صلتي، فقام قلب الناسوت للاهوت، ان الاله نفسه هو اللي بيصلي له. قل لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد انها لي صلتي، واشهد فيها انها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع في كل سجدته. وبتكلم على الجمع بين اللاهوت والناسوت. لما اللاهوت يدخل في الناسوت يبقى في حال جمع ولا كسره؟ ها؟ فهمتوا كلامه؟ اصل كلام ما تفهمش الا كده. بيقول ايه؟ كلانا مصل واحد، يا سيدي التوام بيغني الكلام ده والله. كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع في كل سجدتي. وما كان لي صلى سواي. يعني اللي كان بيصلاني وبصلي لي، شفت بقى؟ واحد بيصلي لي، خد بالك ازاي؟ انا شفت نفسي، واحد انا قرات نفسي، ايه الكلام ده؟ ده شغل عقلاء ولا نظام مجانين؟ خد بالك ازاي؟ واحد يقول لك مش عارف انا ما وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي. إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته؟ إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته؟ الستر اللي هو ستر الأسباب المظهر للحكمة اللي فيه كسرة، حفظ لغاية إمتى؟ ساكت وأقول إن فيه خالق ومخلوق ومخلوقات وشرائع وأحكام. ما الكلام ده ملوش لازمة، ليه؟ لأن المخلوق هو الخالق. وحل أواخي الحجب في عقد بيعته. يعني الوقت ما عادش في حاجه احجبها ولا اخفها. بقول لك انا هو الله والله هو انا. المستور انكشف. فدلوقتي الناس عايشين على المستور. يعني ايه على المستور؟ انتوا فاهميني ولا انا قاعد بقول كلام كده وخلاص؟ انا بشرح وان كان هو متعب وما فيش شرح يوصلك المعلومه، بس بحاول ابسط بقدر المستطاع. بقول لك الى كم اواخي، الى كم اواخي الستر، يعني اغطي الستر واستر انني زيك كده انسان وشرائع واحكام ودين وبتاع وكلام من ده. الكلام ده كله ملوش لازمه، ده ستار احنا بنضحك بيه على بعض، انما الحقيقه غير كده. حوش الستر ده فهيظهر لك اللاهوت، فيبقى المخلوقات ديت الهه لاهوت. شفت بقى ازاي؟ وها انا ابدي في اتحادي مبدئي، يعني ما بخبيش، انا بقول بالاتحاد على طول. وانهي انتهائي فيتواضع رفعتي، فإن لم يجوز رؤية اثنين واحدا حجاك، ولم يثبت لبعد أو لبعد تثبتي. يعني لو عقلك ما وصلش أن يجعل الاثنين واحد يبقى أنت لسه بينك وبين التوحيد مسافات. قصيدة طويلة جدا جدا كلها عن هذه الزندقة بتاع ابن الفارق، وهو لك سلطان العاشقين وعامل له قبر وضريح موجود في المؤطم، والناس المحبين والواد اللي بيحب بنته واخدها هناك علشان هيتجوزها، فيروح لابن الفارض يتمسح بقبره، لان ده اللي عارف الحب الحقيقي. خد بالك ازاي؟
وبدأ يتكلم بقى يقول لك ولا تكن ممن طيشته دروسه بحيث استقلت عقله فاستقرت فثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة. بقول لك اوعى تبص بقى الدروس وقال الله وقال الرسول الكلام ده يدوخك، ما تنشغلش فيه، ده في حاجات ادق من كده انت ما تعرفهاش، خد بالك ازاي. وراء النقل يعني الكتاب والسنه علم يدق عن، او يعني يدق يعني يغيب من دقته عن مدارك غايات العقول السليمه. كل الكلام ده كلام ما هو الا نوع من الزندقه. قصيده ابن الفرد بعد هذه المحاضرة، أنا واثق إن اللي استوعبها ومنعش معانا هو قاعد، أنا عارف الكلام تقيل، في إخوة كده نعسانين ومغمضين عينيهم صحصحوا، أنا بسيبش حد كده يتوه مني، اللي فهم الكلام ده كويس يقدر دلوقتي يفهم كلام ابن الفارض. وفهم كلام ابن الفارض معضلة من المعضلات. ليه؟ لأن الناس مش متوقع أن يكون هم بالخبس ده، ولا يصلوا الدرجة يقولوا إن الإنسان إله والإله إنسان. وبعدين على فكرة من الفرد ساعة ما جه مات، لما جه يموت فلقى طبعا لما اقترب الأجل واحد يقول إن أنا بقت إله وإله ومش عارف إيه وكلام من ده، فبقى يعني يتعذب من شدة الألم. فلما انقرب الغطاء وشاف بقى طبعا ملك الموت والحاجات دي قربت منه، قال إيه؟ إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. يعني أنا قاعد بقول أشعار والذات والعشق والمعشوق وكلام من ده. الخطأ اللي وقع فيه كل هؤلاء الناس من الصوفية أنهم شبهوا العلاقة بين المخلوق والمخلوق، محبة الرجل للمرأة، المحبة الملتهبة دي شبهوها بشبه قاسوا قياس التمثيل ده طبقوه على الخالق في محبتهم ربهم في مسألة العشق والاتحاد. حتى من بجاحة ابن عربي يقول لك إن الجمع في أشد ما يمكن يتمثل في معاشرة المرء. النكاح اللي بيحصل بين الإنسان وبين الحق، يقول لك لأن أشد ما يكون من الشهوة وهو بيجامع المرء. شوف يشبه ربنا سبحانه وتعالى في اتحاده أو في وجوده، يقول لك هو دي اللي يحصل فيه مسألة الالتقاء في عين الجمع. فيشبه شوفهم، فقاسوا المخلوق الخالق على المخلوق في محبته وضلوا ضلالا بعيدا كما ضل المتكلمون في هذا الباب. للأسف كلام خبيث وقذر ونتن تسمعونه من هؤلاء. فبقول إيه؟ إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية وثقت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. شايفة أضغاث أحلام، كل حياتي كلها ضاعت في الكلام الفاضي. وعشان كده ابن تيمية يعني بيتكلم عنهم يقول ايه؟ ان العارف المحقق من هؤلاء يقول ارسل من نفسه الى نفسه رسولا بنفسه فهو المرسل والمرسل اليه والرسول. ويقول الوجود واحد وهو الله، ولا ارى الواحد ولا ارى الله. ويقول لك الكتاب والسنه نطق بالشرك بثنويه الوجود، والوجود واحد لا ثنويه فيه. ايه ده؟ شوفوا لما يجعل ديننا كله بهذا الشكل يبقى احنا في تصنيف الصوفيه فرقه من الفرق الضاله. ما ظلمناهمش، بل هم من اخبس الفرق الضاله في ضياع الامه الاسلاميه. طيب نيجي بقى للمرحله الاخيره، ومش هطول عليكم ان شاء الله عز وجل، اللي هي مرحله وحده الوجود. لاحظوا معايا كده، وحده الوجود حلوه ولا وحشه؟ اسمع منكم كده سؤال اهو، حلوه ولا وحشه؟ انتوا ساكتين يكونوا حلوه ولا انتوا بتهزروا ولا ايه؟ اسمع منكم قولا واحدا، حلوه ولا وحشه؟ وحشه. ما فيش واحد عنده منطق شرعي يتبع فيه السنه ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه القذاره دي؟ حتى كلمه وحشه قليل عليها. بس خلي بالكم كده، الحلول والاتحاد معناه إن فيه ذات في حال الحلول، ذات بشرية وذات إلهية، صح؟ ذات بشرية وذات إيه إلهية.
فالذات حلت محل ذات يبقى ده حلو، وذات دخلت في ذات يبقى ده ايه؟ اتحاد. لكن فكرة الحلول والاتحاد بين ذاتين منفصلتين، إما حلت ذات مكان الأخرى أو دخلت ذات في الأخرى. فجه ابن عربي مش عاجبه الكلام ده، قال إيه الكلام ده؟ ده هو ده الشرك بعينه. الشرك مش منظور إن إحنا أهل توحيد ونوحد الخالق بطريقة توحيد العبادة وعدم الشرك بالله، لا. ده ابن عربي بيقول لك إيه؟ الحلول والاتحاد معناه إن أنتوا بتجعلوا فيه خالق ومخلوق ودخلوا في بعض. لا، ده ما فيش حاجة اسمها من أصله خالق ولا مخلوق. الكل الكل وحدة واحدة. الكل هو الله. ودايما يضرب له مثل بالمرآة. ايه هي؟ يقول لك حديث موضوع: كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. الحديث ده موضوع، لك هو في الاصل معرفه الله لنفسه في حال الوحده اقل من معرفه الله لنفسه في حال الكثره. يعني ربنا قبل ما فهمها لكم، يعني قبل ان يخلق الخلق ما كانش فيه مخلوقات دي، فاراد ان يعرف أنه رؤوف فخلق من يرؤوف به. ابن عرف يقول لك، ابن عرف يقول لك ظهر في صورة الشخص الضعيف اللي محتاج للرأفة، أراد أن يظهر في أنه جبار وأنه منتقم، فيقوم يطلع في صورة فرعون. ففرعون مش كسرة، لا، ده هو الله بس طالع في صورة الانتقام. أراد أن يظهر في صورة الجمال فطلع في صورة المرأة. فالمرأة مش مخلوق، لا، ده خالق بس طالع في صورة ايه؟ انتوا معلش معايا، في صورة الجمال. طب بتوع الحلول بيقولوا لا، في فرق بين الخالق والمخلوق، بس كل واحد ممكن يحل محل التاني او يدخل فيه. ابن عربي بيقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها خالق مخلوق. بيقول لك الوحدة هنا معناه ان الاله نفسه يطلع في صورة جمال يبقى جميل. فظهر مصطلح التجلي. مصطلح ايه؟ التجلي. يقول لك ربنا تجلى في فلان بخلاف تجلى على فلان. لان ممكن ربنا يتجلى للجبل يظهر عليه، يبقى ده فيه جبل مخلوق وربنا هو الخالق وتجلى بمعنى الظهور، زي رؤيه المسلمين لربهم وربنا جعلنا من الرؤيه. لكن عند ابن عربي لا، تجلى فيها، هو ظهر فيها. فمصطلح التجلي عند الصوفيه خلي بالك في الغالب والدائر الآن بيستخدموا فيه مصطلح وحدة الوجود. وحدة ايه؟ الوجود، مش مصطلح حلول الاتحاد. وهو ده اللي صار حتى الآن في جميع البلاد الإسلامية، اللي هو مصطلح التجلي. تجلي ايه بقى؟ اسمع بقى كلام ابن عربي. ابن عربي بيقول لك اللي احنا بنشوفه ديت مظاهر لله فقط، مظاهر ربنا ظاهر فيها، أو مرآة يتعين فيها. كلمة مصطلح التعين، ربنا تعين في فلان. تعين في فلان يعني إيه؟ يعني ظهر في صورة فلان. خلي بالك، يرى نفسه فيها أو أثواب يخلعها ويلبسها. فالنهاردة طلع في صورة إنسان اسمه كذا وبعد كده خلعه. خلعه يعني افناه، مات، اللي هو الموت. في عندنا يقول لك ده التوب ده خلعه خلاص، هيلبس توب تاني او هيطلع في توب تاني. فجعل المخلوقات عباره عن اثواب او اتواب بيطلع فيها الحق سبحانه وتعالى، الله عن قوله. شوفوا الزندقه بقى الحقيقيه بتاع ابن عربي. هو السماء بما فيه من شمس وقمر ونجوم وافلاك، هو السحاب اللي احنا شايفينه المسخر بين السماء والارض، هو ثلج، هو برد، هو أمطار. لا فرق بين الأضداد، لا فرق بين العبد والرب. العابد هو المعبود والذاكر هو المذكور. يقول لك ابن عربي ما في الوجود مثل، ما في الوجود ضد. ما فيش حاجة اسمها رجل وامرأة أو مثلا غني وفقير، الحاجات ديت، أو اتنين زي بعض، أو لا 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 لا، الكلام ده مش موجود.
فإن الوجود حقيقة واحدة والشيء لا يضاد نفسه، فإن أدخلت جنته دخلت نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياه. وبدأ بقى يتدخل المصطلحات دي على أساس الفكرة اللي قلتها لكم دي. فاسمعوا بقى، أما يقول لك مثلا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. إيه رأيكم في الكلام الراقي ده؟ ها؟ هو لا، الكلام ده له معنى عنده هو. وواحد يقول لك إيه هو قصده إيه يا شيخ؟ حتى إحنا وإحنا بندرس في الماجستير لما نيجي نقرأ الكلام ده ما إحناش فاهمين هو قصده إيه. والله إذا أقول لك ممكن دكتور في الجامعة وبيناقش في الرسالة، أخبرك إزاي هو معتقد أن ابن عربي من كبار المحققين، وأنا متأكد بل على يقين أن هو مش فاهم كلام ابن عربي ولا عارف ابن عربي يقول إيه. بل من الحاجات اللي عملت مشكلة كبيرة جدا في فكرة هقول لكم عليها، معلش أن طولت عليكم في الكلام ده لازم. ابن عربي الفكرة بتاعته أن ربنا بيتعين أو بيظهر في صورة إيه؟ كثرة أو في صورة مخلوقات كثيرة. فمثلا لو ظهر في صورة سلفي يبقى ابن عربي يتكلم بمنطق السلف أجمل من السلف، كلام منضبط كتاب وسنة تمام، خبالك إزاي. وإذا ابن عربي طلع أو حب يطلع ربنا إن ربنا تجلى في صورة بوزة فيتكلم كلام البوزيين بالضبط، وإن أراد أن يتكلم في صورة المتكلمين الأشاعرة يطلع أشعري قح، وإن أراد أن يطلع معتزلي يطلع معتزلي. فواحد مرة يرى الفتوحات المكية فيلاقي إيه؟ ابن عربي بيتكلم بلسان المعتزلة وبيتكلم بلسان السنة وبيتكلم بلسان كذا. إيه الحكاية دي بالظبط؟ يقول لك يا أخي ده بقول كلام هو قال الله قال الرسول، كلام منضبط وتمام وكلام على حق فيه، يبقى ابن عربي غلطان ليه في الحتة دي؟ نقول لك خلي بالك هو هنا بيتكلم بلسان السلف على ان ربنا تعين في السلف، فاللي بيتكلم مش السلف، اللي بيتكلم ربنا، وربنا لما يتكلم بطريقه السلف او بما تعين في السلف يتكلم بكلام حلو ولا كلام احلى كلام. فهو ممكن تلاقي ابن عربي يتكلم فين؟ بصوره سلف، وممكن تلاقي كلامه بصوره زنديق وبصوره مشرك وبصوره نصراني ويدافع عن النصارى، فما حدش عارف يمسك الراجل ده هو ايه بالظبط. ولذلك اختلفوا فيه اختلافا شديدا. والفكره كلها بسيطه، ان بيقول لك ان ربنا ظهر في صوره وتعين في صوره كسره، مره يطلع كذا، مره يطلع مره، مره يطلع راجل، مره يطلع حيوان، مره يطلع انسان، تعالى الله عن قوله وعن زندقته. ولذلك قال فانت عبد وانت رب لمن له فيه، انت عبد وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عهد. فهمتوا حاجه؟ صلوا على رسول الله. انت عبد وانت رب معناه ان ربنا ظهر في صوره العبد، والعبد اللي انت شايفه ما تقولش عليها عبد، قول عليه ايه؟ رب. وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عهد. عهد يعني ايه؟ المقصود بذلك يعني فهمني، فهم كلامي، خلاص اتفهمت الحكايه بتاعتك مع انها كلها ملغزه. فانت عبد وانت رب لمن له في فيه انت عبد، وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عهد. لا ايه الكلام ده؟ شوف بقى يقول لك ايه؟ سبحان من خلق الاشياء وهو عينها. وقال ايضا يا خالق الاشياء في نفسه انت لما تخلقه جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فانت الضيق الواسع. وبعدين يقول لك فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. صلوا على رسول الله. فهمتوا حاجة؟ ما تقوليش بقى لا لا ليه؟ أقول لك أهو فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا وإن فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا، هو هنا بيتكلم بلسان السلف. وإن عينه فاعلم عشان يهدم لسان السلف إذا ما قلت إنسان، يعني ما تصدقش الناس اللي يقول لك فيه إيه عابد ومعبود وربنا هو المعبود بحق، لا 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 لا، إحنا هو عين الله عز وجل إذا ما قلت إنسان، فلا تحجب بإنسان
اوعى تشوف انسان وتقول عليه انسان وما لو عليه ايه، فقد اعطاك برهانا لربنا تعين في الانسان، فكن حقا وكن خلق، يعني خليك رب وخليك ايه خلق، بس ما تقولش عليه خلق، تكن بالله رحمن. هذا فكر ابن عربي الخبيث. يقول لك عشان كده بقول لك ايه، هنا بقى تميعت الشريعه، ما عادش لها معنى. معنى الشريعه ايه؟ الجزاء والطاعه والمعصيه، الكلام ده، يقول لك الكلام ده ملوش معنى. امال مآل الخلق جميعا الى النعيم، كل الخلق هيتنعموا، ما فيش حاجه اسمها عذاب. امال جهنم ديت سموها جهنم ليه؟ قال ده جهنم دي ربنا بس ظهر في صوره الانتقام، والجنه هو يا ربنا بس ظهر في صوره ايه؟ الانعام. فاوعى يعني اوعى تصدق يقول لك واحد هيتعذب، لا الكل هيتنعم، الكل ايه؟ هيتنعم. هقول لكم على كلام ابن عربي جميل، مش جميل كلام، ما غير الشريط يا ابن غير الشريط. شوفوا ابن عربي يقول ايه، هو بيفسر الجنه والنار بان الجنه والنار نعيم، يعني العذاب اللي في الاخره بقى نعيم. ازاي بقى نعيم؟ شوفوا الفلسفه بتاعته، شوفوا وحده الوجود، شوفوا الزندق اللي بيتكلموا عليه ابن عربي، سلطان العاشقين، ويسموه الكبريت الاحمر، الكبريت الاحمر والعفريت الازرق يا اخي. عفريت عفريت على جد يعني. فالمهم شوفوا العفريت ده بيقول ابن عربي بيقول ايه؟ بيقول لك كل الناس مال الخلق كلهم الى النعيم. طب واللي في اهل النار؟ قال برضه اهل نعيم. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين. يقول لك العذاب اللي أنت شايفه ده، ده ربنا سبحانه وتعالى لو خرجهم من النار هيستغيثوا ويقولوا رجعنا تاني. ليه؟ هو بيقول لك لأن هو ربنا اللي طلع في صورة الانتقام، فمش ممكن هيستمر الانتقام إلا إذا طلع في صورة أهل النار. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين. حد يعرف يقول لي يعني إيه وبينهما عند التجلي تباين؟ يعني بقول لك عند ما يتجلى في صورة النار أو في صورة الجنة يظهر الفرق، إن دي اسمها جنة ونار، فيظهر تباين اختلاف يعني، لكن في الحقيقة غير كده. يسمى عذابا، اللي هو اهل النار يعني، والعذاب اللي في النار يسمى عذابا من عذوبة طعمها. الله اكبر. يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك كالقشر والقشر صائن. يعني انت لما تجيب مثلا الجوز تلاقيه كده زي ما يكون جلف او حجر، لو جه في دماغ واحد ايه يكسره، فانت شايف النار بتعذب، لكن من جوه اهل النار بيقولوا متعنا. تسمى عذابا من عذوبة ايه؟ طعم. اذن هذا الفكر الخبيث هدم اصول الاسلام وضيع معنى الجنة والنار. فلما واحد يعتقد في هذا الكلام كيف سيخاف من رب العزة والجلال؟ انتهى الدين. عشان كده بقول لكم ان الصوفية اخطر من الشيعة واخبس من الشيعة، واللي يصدق بهذا الكلام إن لم يكفر بهذا الكلام ويقول هذا كفر وزندقة ويقر به فهو كافر بالله العظيم قولا واحدا. اللهم إن كان معذور بجهله ويعرف. ولذلك ابن عربي ده خلي بالكم بقى، عايزين نعرف أسلوبه لما تيجي تقرأ لي. ابن عربي بيقول لك ازاي هو بيروج للزندقه بتاعته في وحده الوجود. كل الكلام اللي بيقوله بيعبر به عن تجليات من الله في صوره الرضا والغضب، في صوره الصفات اللي احنا نعرفها في الاسماء والصفات. فكان يصيغ المصطلحات بتعمد ويلبس الامر بتعمد عشان يزداد خفاء. وناس يقول لك ده عامل زي البحر المحيط وزي الحوت تنزل في الاعماق ما تعرفش تجيب اخره. يقول لك ده كلامه جواهر ودرر. درر ايه وجواهر ايه؟ درر ايه يا راجل؟ ده كلام كله ملح وكلام يعني هتقول فيه ايه؟
يتعمد ابن عربي تعقيد البسيط، يبقى الكلام بسيط والرسول أراد به شيء فيعقده في شرحه ويخفي الظاهر لأغراض يصعب معرفتها، والعبارة بتاعته ما فيش عبارة له إلا وتحتمل أكثر من معنى. ليه؟ عايز يسبب إلغاز، وإنه وصل لدرجة يصعب تتبعها. بيستعمل كثير من المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل الترادف أو المجاز مع ألفاظ واردة في القرآن والسنة، يجيب لفظ فلسفي من عند الفلاسفة يحطه في مكان لفظ قرآن، ولفظ قرآن يعبر به عن لفظ فلسفي، فالشخص يتوه ومش عارف له أصل. وفي الحكاية كلها عايز أقول لك يعني إن ربنا تجلى في هذه الصورة فتكلم بهذا الشكل أو تعين في هذا الشكل، فالشخص يتوه ومش عارف رأسه من رجليه. عنده قوة من التفكير خاضعة إلى حد كبير لقوة الخيال. الرجل ده كان خياله واسع جدا، ومش خيال إنسان، ده خيال شيطاني وتفكير شيطاني خبيث والله. إبليس يعني مش عارف، إبليس قاعد جواه، جوا دماغه، اللي بينطق فعلا شيطان، يتلاعب بالألفاظ والمعاني ويحملها أكثر مما تحتمل لدرجة التعسف في أشياء كثيرة. يستند استنادا كثيرا إلى القرآن والسنة وتأويلي وفق نظريتي في وحدة الوجود، ياخد من القرآن اللي عايزه ويحطه على حسب ما هو عايزه، ما فيش لفظ غير أو لفظ من الألفاظ تتوافق مع الكتاب والسنة على ما أراده الله ورسوله. يستند إلى أقوال كبار رجال التصوف السابقين زي الجليل محمد وأبي يزيد البسطامي وغيرهم، ويحمل كلامهم ما لا يحتمله. فلما تاخد عبارة للجنيد ابن محمد من الفتوحات المكية لابن عربي غير لما تاخدها من كتاب اللمعة للسراج الطوسي ولا طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي. يعتمد على الأحلام والمنامات ويقول لك ده إيه يعني عبارة عن معراج وأشياء بيتكلم عنها في إنه عرج به إلى السماء ويكلم رب العزة والجلال. تأدى به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق تبارك وتعالى تهتز لها أفئدة المسلمين. إيه والله، يتكلم عن الله وكأنه يتكلم عن مخلوق من أحقر المخلوقات، على اعتبار أن ربنا تعين في كل شيء، فممكن يطلع ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك زي الكلب والخنزير يتكلم عليها كأنها آلهة. شوف لما واحد يتكلم على المخلوق، ربنا تعين في خنزير، تعين في كلب، تعين في صنم، تعين في حجر. ايه القذارة اللي وصل بها الامر الى هذا الحال عشان الصوفية يرضون بمثل هذا الكلام ويقول لك ده واحد من اولياء الله الصالحين ورضي الله عنه، مش كده؟ فلا عجب ان يصف الله بصنم، او انه ظهر متجليا في كلب او خنزير، او انه ظهر في صورة امرأة جميلة او دميمة او ما شبه ذلك مما تقشعر له الابدان ويعجز اللسان عن وصفه. وما من مكان إلا وستجد من شيوخ الطرق الصوفية من يدافع عن ابن عربي ويتبنى آراءه الفلسفية، بل يعتبره قطب الأقطاب وقطب الأولياء وخاتمهم، وأن البشرية لم تنجب عارفا مثله. طبعا عبس بالأصول القرآنية. اسمعوا كده يا أخوانا، قال ابن عربي مثال بس من شغله، قال في التنزيل بلسان نوح. أما أقول لك قال في التنزيل بلسان نوح، أنت على طول تفهم ان نوح هو الله او ربنا تعين في صوره مين؟ نوح. انا فهمتكم نظام العربة. قال في التنزيل بلسان نوح، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. خلي بالك الليل والنهار معروف عند المسلمين، الليل اللي بيطلع فيه اللي بتغيب فيه الشمس والنهار اللي بيطلع فيه الشمس، مش كده برضو؟ هو ده الليل اللي نعرفه النهار. شوفوا حط الليل والنهار في ايه. وعلم العلماء انهم انما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والامر قران لا فرقان، ومن اقيم في القران لا يصغى الى الفرقان وان كان فيه، فإن القرآن يتضمن الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآن. أنتوا فهمتوا حاجة؟ هو متعمد أن يستخدم هذا المصطلح، ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد لأنه أتي جوامع الكلم. فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا بل دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل.
أنا أقول لك هو قصده إيه. هو استخدم كلمة قرآن على إن الكسرة دي ربنا تعين فيها، والفرقان على إن الناس شايفة في اختلاف وفرق بين البشر بعضهم وبعض، فهو شايف إن وحدة الوجود في القرآن، في القرآن اللي ربنا أنزله، ولا في القرآن بمعنى الجمع، بمعنى الجمع. فإذا القرآن اللي احنا نعرفه قرآن، لما واحد عام ما يعرفش الكلام ده هيتصور القرآن اللي احنا نعرفه، هو مش قصده كده، هو قصده بالقرآن إن ده الكل ربنا سبحانه وتعالى، أو مجموع في ربنا سبحانه وتعالى فسماه قرآن. والفرقان اللي هو القصرة والمخلوقات اللي احنا نشوفها مخلوقات. فيقول لك الرسول خص بالقرآن. أنتوا عارفين معنى كلمة خص بالقرآن؟ اللي هي الحقيقة المحمدية. تسمعوا عند الصوفية حاجة اسمها الحقيقة الإيه المحمدية. يقول لك أفضل صورة تعين الله فيها في ذات محمد صلى الله عليه وسلم. فذات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بتمثل كل الصفات الإلهية. ليه؟ لأن أفضل تجلي لله عز وجل. ولذلك سورة محمد عنده قرآن مش فرقان، إنما سورة الأنبياء والرسل فرقان. فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا. فنوح لما دعا قال رب إني دعوت قومي إيه ليلا ونهارا، يعني فرقان، يعني ناس كثرة، وبيعتقد إن الناس كثرة، ده غير دي ده غير دي، زي اختلاف الليل والنهار. إنما محمد قولك دعاهم قرآن، فدعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل، لأنه رأى المخلوقات أو الناس كلها الكثرة هي الله عز وجل تعينت في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من أدق وأصعب ما قاله هذا الرجل لمن أراد أن يفهم كلامه في حكاية القرآن والفرقان. إيه القرآن والفرقان؟ ده بيخرفوا ليه؟ أي كلام؟ هو قصده بقى إيه؟ إن القرآن إن الناس كلها تبقى ربنا سبحانه وتعالى. ربنا طالع في صورة إيه؟ الناس، تعين في الخلائق كلها. فمحمد شايف الناس كلها ربنا، ونوح شايفهم لا كسرة. فيقول لك نوح رآهم فرقان لأنه دعا قومه ليلا ونهارا، إنما محمد دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل. فمحمد خص بالقرآن ونوح اختص بالفرقان. وهو لا يقصد القرآن اللي احنا نقصده ولا الفرقان اللي احنا نقصده. وأنزل الفرقان، الفرقان هو القرآن عندنا، فالقرآن اللي عندنا بعيد كل البعد عن هذا المعنى. فيجي شيخ طريق يقول لك اسمع ابن عربي سيد العارفين وسلطان العاشقين ومحدش زيه في الولاية خاتم الأولياء بيتكلم عن القرآن والفرقان. ايه يا أخي القرآن؟ هو ما كلامه قرآن وفرقان؟ شوف، فإن الله يقول كلامه برضه اليوم أكملت لكم دينكم. هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين. أشرح لكم العبارة دي. فإنهم قد يرونه صلى الله عليه وسلم في كشفهم فيصحح لهم من الإخبار ما ضعف عندهم بالنقل، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل. أشرح لكم العبارة دي إنها دقيقة جدا. هو بيقول لك اليوم أكملت لكم دينكم، طالما ذكر الدين فهيبقى الكلام ده هو عند العلماء الذين يؤمنون بكثرة الايه المخلوقات والأحكام والشرائع، وإن في شرع وإن في ناس لازم تطبق الشرع وظلم يحدث فربنا ينفيه إلى غير ذلك، فهذه كثرة. فلما كانت كثرة فالكثرة تطلبت الدين، فأصبحوا من العابدين، والعابدون يحتاجون إلى الدليل، مش كده؟ البخاري ومسلم والحديث صحيح ولا مش صحيح. إنما أهل الفرق أهل القرآن، ويقصد القرآن الجمع يعني اللي بيؤمنوا بوحدة الوجود، ما يدوروش على الكلام ده، لأن سواء كان الحديث صحيح أو ضعيف فربنا تعين في صورة القائل بالحديث الصحيح، وتعين في صورة القائل بالحديث الايه الضعيف، يبقى الاثنين عندنا صحيح. فهمتوا يا اخوانا ولا عيدها تاني؟ مش عيب عيدها تاني، انا عارف ان انا طولت عليكم، لكن ده الشريط الثاني ولا الثالث يا ابني؟ الثالث. والله انا مش عايز اسيب الكلام ده عشان اشرحه لكم، لان هتيجي تقول الكلام ده بعد كده هتلاقوا صعب. فاقول لك عشان كده اقول لك ايه، انتوا شايفين الحديث ضعيف واحنا شايفينه صحيح. طب شايفينه صحيح ازاي؟ فهو يقول لك بطريق الكشف. كشف ايه؟ يعني انكشف ليا
ان قائل الحديث الصحيح هو الله وقائل الحديث الضعيف هو الله، مش كده؟ يبقى الحديث ايه؟ واحد عند الاثنين، ما فيش فرق بين الصحيح والضعيف. حتى وصل الامر لما يجعل بصراحه كده مصطلح الصنم، الصنم عند الصوفيه هو الله. تصور لما يقول لك كده بجاحه، التهانوي في التعريفات يقول لك ايه؟ الصنم في اصطلاح السالكين عباره عن مظهر الوجود المطلق الذي هو الحق. فالصنم من حيث الحقيقه هو الحق وليس باطلا او عبثا. وعابد الصنم يطلق عندهم على عابد الحق، لان الحق في صوره صنم. وربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا ايه؟ اياه. فكل الخلائق هي الله، فالكل هو الله، يبقى الصنم هو الله، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فاذا ظهر صحيحا فالكل عابد بالضروره. ايه رايكم؟ ده من اهل السنه ولا من اهل الضلاله والشرك والزندقه؟ طيب. وبدأ بيقول كلام كتير بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب. حتى ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر، ويوم الجمعة اللي بنصلي فيه الجمعة ما عادش يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فابن عربي يقول لك إيه؟ يوم الجمعة هو وقت اللقاء والوصول إلى عين الجمع، يعني اللحظة اللي توصل فيها فترى إن ربنا تعين وظهر في سورة المخلوقات وسورة الفلان والواد فلان والواد فلان والواد فلان، يبقى أنت كده يوم الجمعة حققت. يبقى كل أيام اللقاء ها يوم جمعتي. نتكلم بقى لما واحد يكون على هذا الفهم. عرفنا وحدة الوجود، وعرفنا الحلول والاتحاد، وعرفنا الفناء عن شهود السوى، والفناء عن عبادة السوى، والفناء عن وجود السوى. أظن الكلام ده بقى واضح دلوقتي، مش كده؟ تعالى بقى واحد بالمفاهيم دي وصل لقمة الزندقة بقى، فخليه يعبس بقى، هتشوف هيعبس يقول لك إيه؟ بالمنطلق ده، بالمنطلق الخبيث ده، مفيش إشكال بقى إن الصوفي منهم يدعي إن يعرج إلى السماء كما يشاء. النعرب يقول لك اعلم يا بني ان العبد المحقق الصوفي، وكلمه عبد محقق صوفي عند ابن عربي يبقى معناها ايه؟ ها؟ مش عارف بقى، يعني بيقول بوحده الوجود ان ربنا ظهر في الانسان، ظهر في الحيوان، ظهر في كل حاجه. اذا صفى يعني وصل لوحده الوجود وتحقق، التحقق عنده من يوصل لوحده الوجود، صار كعبة لجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة وموقف، ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام 600,000 سر ملكوتي، واحد منها إلهي وخمسة أسرار ربانية ليس لها في حضرة الكون مدخل. هو قصده يقول إيه؟ يقول لما الشخص يوصل في حال الصفاء إن يعتقد ان هو اله او ان ربنا بيتعين في الاشياء، فيقعد مع نفسه بقى يبص يلاقي مثلا ايه؟ واحد راكب فلوكه وماشي في النيل في زفته مثلا، يعني لك يا شوف ربنا بيصطاد ازاي؟ شوف ربنا شوف شوف السمكه ربنا طلعته ازاي؟ هبل بقى سر، يقول لك هيلاقي اسرار ملكوتيه، ويبص لفوق يقول لك ربنا عرج الى السماء. هو طبعا ما شافش الطياره وهي ماشيه الايام دي، يعني خد بالك ازاي؟ يقول يا ربنا ماشي بسرعه. هبل بقى، ما انت هتشوف كلامهم بقى زي ما انت شايف. يقول لك اسرار ملكوتيه، كعبه للاسرار، قبله للاسرار. ابن البان اسمه كده، ابن البان، بيقول عن عروجي الى السماء اوقفني الحق على بساط الاسرار، وارتقيت الى السماء الاولى، ثم ارتقينا إلى السماء الثانية، ثم انتهينا إلى السماء السابعة، وفيها ملك على كرسي من نور، وفي هذا السماء رضوان خازن الجنان، وأجمل الملائكة من جنده، وفيها إسرافيل رئيس عالم الجبروت، وهو الذي بشرني بالقرب والمنزلة الكريمة عند ربي وبالسعادة في الآخرة. خلي بالك، هو هنا بيهزأ
بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم عند عروجه إلى السماء، وإن إحنا مؤمنين بهذا الكلام، والكلام ده كله مالوش لازمة، لأن اللي طالع ربنا واللي نازل ربنا ما فيش حاجة اسمها إيه مخلوق، ده هو خالق. شفت بقى؟ يبقى هم بينظروا لنا على إن إحنا أغبية مش فاهمين، وإذا كنا إحنا أغبية يبقى وصفوا من اتبعناهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغباء. يبقى مين الأخطر بقى؟ الشيعة اللي كانوا بيتهموا الصحابة بأنهم ما بلغوا مش عارفهم، ولا الصوفية؟ لن تجد فرقا بين الشيعة والصوفية، ولذلك المحاضرة القادمة إن شاء الله هي الصلة بين التصوف والشيعة، وكيف أن المصدر واحد والمعين واحد، وهو هدم دين الله عز وجل. يقول لك في السماء رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمور، هو بيجيب الكلام ده ليه؟ ليه ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، فيقول لك أنا ليه معراج، فحدي لك ده معراج معنوي أو روحي، لا شو معنوي روحي، ده استهزاء بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالسنة. يقول لك انتهينا إلى 70 حجابا حتى انتهيت إلى آخر حجاب هناك، وإذا بكرسي من اللؤلؤ منصب، قوائم من الجواهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، الزبرجد الأخضر، فأخذ آخذ بيدي وأجلسني عليه، ثم نزل علي شيء ودخل جوفي من حيث لا أعلم، فقال لي شيئا في قلبي، ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية، فلما أحس باطني بها سكن كل جارحة فيا، ثم نوديت من مكان قريب وذلك من جهات الست، يا حبيبي ومطلوبي السلام عليك، فغمضت عيني وكنت أسمع بقلبي ذلك الصوت حتى أظنه من جوارحي لقربه مني، ثم نديت، وفي الآخر يوم دخلك في الوحدة، وإن الخالق هو المخلوق، وإن ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق. يبقى إذن المسألة دي عبارة عن استهزاء، زي الجماعة اللي بيستهزأوا بقى في الروايات الأدبية اللي كانت منها دلوقتي اللي اترفعت فيها قضايا، وإن ربنا غفير، خبلك إزاي الروايات بتاع جماعة الأدباء اللي رفع لهم قضايا الآن، نفس الكلام ونفس المنطق بتاع هؤلاء الزنادقة. يقول لك وأنا هناك بقى ورأيت أقربهم للحق 4 أنبياء، ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد، وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى، وأقرب إليه 4 أولياء، فعرفت منهم السيد محي الدين عبد القادر اللي تلقاني إلى باب الحجاب وأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ بيتكلم الرجل ويخرف في كلامه في معراجه الذي تعلمون. هو من عربي بيحكي في معراجه إيه؟ بيقول بينما أنا نائم وسر وجودي متهجد. أسمع أقول لكم تاني، بيقول بينما أنا نائم وسر وجودي إيه؟ هو قصده إيه؟ قصده كده هو نائم بيتكلم عن نفسه إن هو إيه؟ وسر وجودي متهجد، هو قصده بسر الوجود إن ربنا تعين في مخلوقات أخرى بتصلي. وأنتم مش فاهمين، هو نائم وسر وجودي متهجد قائم، جاءني رسول التوفيق ليهديني سواء الطريق، ومعه براق الإخلاص، عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص، فكشف عن سقف محلي وأخذ في نقدي وحلي، وشق صدري بسكين السكينة. شفتوا بقى، ده كله استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسخرية من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه. وقال لي تأهب لارتقاء الرتبة المكينة، وأخرج قلبي في منديل لآمن من التبديل، وألقي في طست الرضا بموارد القضاء، ورمي منه حظ الشيطان، وغسل بماء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم أتيت بالخمر واللبن فشربت ميراث تمام اللبن، وتركت الخمر حذرا أن أكشف السر بالسكر. وبدأ كل كلمة قالها النبي عليه السلام يستهزأ به. ده اللي ما يعرفوش الصوفية، إن كلام المعرضي استهزاء بدين الله عز وجل، اللي جعلوا هم من أعلى طبقات الأولياء أسد. والخرقاني أبو الحسن الخرقاني يقول لك صعدت ظهيرة إلى العرش لأطوف به، فطفت عليه 1000 طوفة،
أو كما قال: ورأيت حواليه قوما ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرع الطواف وما أعجبني طوافهم، فقلت: من أنتم وما هذه البرود في الطواف؟ قالوا: نحن ملائكة ونحن أنوار، وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزه. فقالوا: ومن أنت وما هذه السرعة في الطواف؟ فقلت: بل أنا آدمي وفي وفي نور ونار، هذه السرعة من نتائج نار الشوق. يا حلاوة، عبد الكريم الجيلي عامل معراج، وكل واحد منهم معراج. أدي المعراج الصوفي ما هو إلا استهزاء بدين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين مش بس حكاية معراج ده، هو بيكلم ربنا في عين الجمع. يقول لك: وممن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له حبيبي. شوفوا بقى هنا الاستهزاء جاي منين، لأنه هو بيعتقد في وحدة الوجود، فما فيش معنى لوجود رسول ومرسل إليه وكلام من ده. ده الحكاية قرآن مش فرقان، وليل ونهار، وليل في نهار مش ليل ونهار. أخذ بالك إزاي الشغل الهدم للدين ده. فبيقول له: حبيبي، إن نيتك هي هويتي، إن نيتك هي إيه؟ يعني إن نيتك يعني ذاتك أنت هي إيه؟ هويتي يعني ذاتي. يبقى معنى كده هو بيقول ان ربنا ظهر في صورة مين؟ الرجل اللي طالع ده. قول: ان نيتك هي هويتي، وانت عينه هو، وما هو الا انا. حبيبي، بساطتك تركيبي، وكثرتك واحديتي، بل تركيبك بساطتي وجهلك درايتي. انا المراد بك، انا لك لا لي، انت المراد بي، انت لي لا لك. حبيبي، أنت نقطة عليها دائرة الوجود، فكنت أنت العابد فيها والمعبود. أنت النور، أنت الظهور، أنت الحسن والزين كالعين للإنسان. هذا كلام الزندقة والسخرية بكلام الله وكلام رسوله. يا روح، روح الروح، والآية الكبرى، يا منتهى الآمال، يا غاية المنى. خلي بالك، ممكن تلاقي شيخ طريقة من العارفين اللي بيقولوا عليهم دول. عارفين ايه؟ دي مش دي معرفة؟ دي بالله عليكم دي معرفة تنفع؟ دي معرفة بصلة حتى؟ زندقة. فتلاقي واحد منهم بيكلمك كلام ما انتش فاهم منه حاجة، بس بيتكلم بعبط، مش فاهم كلام ابن عربي، فهو عايز يعمل زي ابن عربي انه بيخرف يعني، فيقول لك كلام فانت مش عارف تتابعه. تقول ايه؟ بينك وبين الحقائق معارف، مسافات ما بين السماء والأرض عشان تفهم الكلام ده. تعال نعلمك، اقعد بقى، خليك عابد واخدم ونظف واشتغل، وبعد كده تبقى مريد الأوراد ما تنساهاش، وهات سبحة رقبتك وعلقها في رقبتك، ومخلة في رقبتك زي ما كان الغزالي بيقول، وحط في المخلة جزء ولوز، واللي يصفعك صفعة قول ايه، اديله جوزة، وبقى يمسكوه يمرمطوه، والشخص في النهاية يطلع أهبل زيهم كده. الطريقة الرفاعية بتدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. نقلوا عن ابن جلال ما نصه، نقل عن السيد إبراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد الرفاعي ورأسه على ركبته، فرفع رأسه وضحك بأعلى صوته، فضحكت أنا أيضا، هو الشيخ بيضحك بيضحك أنا كمان، ثم ألححت عليه ليخبرني عن سبب ضحكه، فقال: أي إبراهيم؟ شوفوا أحمد رفاعي بيقول إيه؟ ناداني العزيز سبحانه: إني أريد أن أخسف الأرض وأرمي السماء على الأرض. فلما سمعت هذا النداء تعجبت وقلت: إلهي، من ذا الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟ قال: سيدي إبراهيم، فأخذته الرعدة ووقع الأرض، وبقي في ذلك الحال زمانا طويلا. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ ان هو بيتكلم على نفسه، على اعتبار معنى الايه؟ التعين فيه، ان ممكن يعمل كده، بس الرعد حشيته خوفا على العباد عشان كده يسيبه. فهمتوا بقى؟ يعني شوفوا، وممكن الراجل ده بيضحك برضه ولسه بيضحك، ومش عارف الراجل ده بيضحك على ايه، ممكن يعيط وساعتها ومش عارف الشيخ بتاعه بيعيط على ايه. ده اللي خلاهم يحطوا اللثام على وجوههم،
ايه اللي يخلي السيد البدوي يطلع على السطح 12 سنه او 13 سنه مغطي وشه ويقول لك ايه؟ نظره الى القطب تعني الموت. ما يرضاش يكشف وجهه ابدا. يقول واحد يقول له طب يا سيدي البدوي اشوف وشك. قال له نظره تعني الموت. قال اشوف واموت. انتوا عارفين ليه؟ لان هو بيعتقد ان ربنا حل فيه، مش حل او ظهر وتعين فيه، فلما تعين فيه صار هو الله. وانتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهي ما انتهى اليه بصره من خلق. فكشف الحجاب الراجل طب ساكت. ده على حسب المكع بتاعهم يعني، خد بالك ازاي؟ مش كل اللي بيقولوه يعني. ولذلك هتلاقي في طبقات الشعراني وفي غيره من هذه الخزعبلات ما لا يحصيه الا الله. ولسه جاي يعني الكثير والكثير في هذا الباب. اسمعوا ابو الحسن الشاذلي بيقول عن كيفيه نزوله، ده كلام اللي بيقوله الشيخ الازهر السابق الدكتور عبد الحليم محمود، بينقل عن ابي الحسن الشاذلي في ترجمه كيفيه نزوله من جبل زغوان ومغادرته لخلوته، فيقول: قال لي علي اهبط الى الناس ينتفعون بك، فقلت يا رب اقلني من الناس فلا طاقه لي بمخالطتهم، يعني بعدني عنهم، فقيل لي انزل فقد اصحبناك السلامه ودفعنا عنك الملامه، فقلت تكلني إلى الناس آكل من ضريهماتهم، فقيل لي أنفق يا علي وأنا المليء، إن شئت من الجيب وإن شئت من إيه؟ من الغيب. الشيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود بيذكر إن الشاذلي نزل من على الجبل ليغادر شاذلة ويستقبل مرحلة جديدة، فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه. على فكرة هنتكلم عن الطريقة الشاذلية بالتفصيل في آخر محاضرة عن الصوفية اللي بعد القادم إن شاء الله عز وجل. فواحد بيقول له إيه؟ يعني أنت ليه اتسميت بالشاذلي؟ سموك الشاذلي ليه؟ قال له أنا سألت ربنا، قلت له يا رب لما سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي. أنا أصلاً مش من شاذل، لست بشاذلي. يعني بلدي مش اسمها شاذلة، طب انت سميتني شاذلي ليه؟ فقيل لي يا علي ما سميتك بالشاذلي انما انت شاذ لي. الشاذ لي يعني ايه؟ يعني انت شاذ عن الكل، اخترتك عن الكل عشان تبقى لي، فعشان كده سميتك شاذلي منفرد لخدمتي ومحبتي. دعاوى لا حصر لها، ان الصوف بيكلم ربنا وربنا بيكلمه عادي. طب واحد يقول لك الكلام ده يعني يا اخي ده مكع، ولا صدق ان ربنا يكلم واحد كده خلاص، وربنا نص في القران خلاص ان ما كان لبشر يكلمه الله الا واحد او ايه؟ ام من وراء حجاب يرسل رسولا، والرسول صلى الله عليه وسلم مات، فازاي يكلم الشاذلي؟ ما انتش واخد بالك ان الشاذلي لما يصل لعين الجمع وان ربنا يتعين فيه، يبقى الكلام اللي بيكلم نفسه فيه الشاذلي بيكلم فيه ربنا، وربنا بيكلم الايه؟ فهمتوا بقى السر؟ اما واحد يقول لك ربنا كلمني في كذا وانا كلمته في كذا، هو بيكلم نفسه وبيرد على نفسه، وبعدين يوهم الناس ويوهم الطلبه بتوعه والمريدين بتوعه او اتباعه على انه بيكلم ربنا، هم صدقوه طبعا. فتح الله بوراس القيرواني في تونس، وده معروف هناك مشهور من الاولياء الكبار، قل في السماء السابعه شهدت ربي وكلمته، وفوق العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته، وما في اللوح المحفوظ من الآي والامر والنهي قد حفظته، وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته، وما فيه من الحور العين قد رايته واحصنته واحصيته، ومن راني وراى من راني وحضر مجلسي في جنه عدن وبستانها قد اسكنته. لما تلاقي واحد بيتكلم مع ربنا بالشكل ده يبقى تفهم ان الراجل ده قاعد بيخرف الكلام بينه وبين نفسه وبيكتب التخاريف بتاعته ويقول لك ده ايه؟ بكلم ربنا.
عشان كده عرفنا ازاي هم وقد نقل الشعراني عن الشاذلي قول لا إنكار على من قال كلمني الله كما كلم موسى. يا سلام، والدباغ قال كلام يقوله، لكن الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. هذا هو بدن التصوف وجسد الصوفية في أفعالهم وأفكارهم وكلامهم، يعلمون أنهم يطلعون على الغيب ويعلمون سر الخلائق وأشياء كثيرة. أنا هكتفي بذلك لأن أنا طولت عليكم قوي، وأنا عارف والله أنا كاتب كلام جميل جدا ثبت على هؤلاء بالمراجع من كتبهم موثقة ومدعمة بالجزء والصفحة، عشان ما حدش يقول الدكتور محمود بيتجن علينا. لا، الكلام ده بقى من رسالة الدكتوراه بتاعتي ومن الكتب والمراجع اللي احنا بحثناها ونقشنا فيها. وعلى فكرة رسالة الدكتوراه أخذنا فيها مرتبة الشرف الأولى، بمعنى أن لجنة المناقشة مع أن احنا عدنا تناقش فيها 6 ساعات إلا أن أقرت بكل اللي فيها وأن الكلام ما فيش فيه اعتراض. بحث علمي محقق. فاللي هيقول لك من الصوفية لا ده بتجن علينا، أقول الكلام ده لا، هذه فرقة ضالة، وهذا الكلام لا يقوله إلا شخص يستهزئ بدين الله عز وجل. وللحديث بقية، بس في فقرة ما تنسوهاش الله يكرمكم، ارجعوا لها بقى في الكتاب إن شاء الله أو في المذكرة. من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح المحفوظ أو يشهده طارة طارة. وصل الأمر بهم على أنهم قاعدين بيقلبوا في اللوح المحفوظ وبتحكموا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء، وربنا يكفينا شرهم ويكفي مصر والأمة الإسلامية شرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب الأمة بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.